مساء الخير، مساء الفل، مساء الجمال على كل مشاهدينا. حلقة جديدة وأخيرا أنا وهو وهي مع بعض. يعني بصوا دي لقطة للتاريخ، اللي هو البرنامج اللي هو البرنامج سبحانك يا ربي لا إله إلا الله. يعني يا شريف أيوة الحمد لله جيت أهو. والله أنا جيت يا جماعة. وحشتوني أنت كمان. أنتوا كمان وحشتوني. إيه ده إيه ده إيه ده، أنا لسه ما خلصتش الإنترو. اتفضلي. جننتوا في عالم أخوكم؟ معلش معلش. يا شعيب هلو، شريف نور الدين هلو. أنا بحب دي قوي. أيوه عايز أقول لكم حاجة، شراشيب كده، عايز اقول لكم حاجه قبل ما نخش في السكريبت وحاجات الجد وكده وبتاع. كتير جدا قابلت ناس كتيره قوي بيتفرجوا على البروجرام. وانا انبسطت قوي. وانا كمان وفي الساحل سواحيلي خالص كتير. بجد الحمد لله. الحمد لله وشكرا اتفرجوا علينا. كلام حلو قوي. ميرسي بجد والله العظيم. وطبعا بيحبوكوا يعني قوي يا جماعه يعني قوي. طب الحمد قوي. الحمد لله بجد طبعا والله العظيم. وحسام قوي يعني. ايه وشريف وحسام عاملين شغل جامد 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 اهو. بجد اهو هشام اهو المخرج هشام البشاوي بيقول نفسه. قال لك ايه؟ قالوا لك ايه؟ ايوه يا جامد انت. قال لك انت مخرج يا برنامج. انا وهو احنا بنحب البرنامج جدا. ربنا يحبب فينا خلقه يا رب. يا رب ان شاء الله يكون على ده له سبب حسن ظنكم. احنا بنحبهم على فكره يعني بنحب أيوة. المشاهدين وبنعمل مواضيع بقلب وبنحب بعض. الناس فاكره ان احنا بنبص للكاميرا على انها بلاستيكيه. لا احنا بنبقى شايفينكم زي ما انتوا شايفيننا. ايوه ده حقيقي. وبنبقى حاسين بيكم زي ما انتوا حاسين بينا. وده يعني هو احساس غريب بس مش عارفه افهمه للمتلقي اللي ورا الكاميرا. مش عارفه اوصله له ازاي بس ده هو ده الاحساس بحقه حقيقي. بليف ات اور. وحشتوني قوي يا جماعه. مش عارف ابدا منين ولا منين. واعتقد ده يعني اعتقد ده كان حالتك انت يوم السبت وحالتك انت امبارح. انه ايه يا جماعه ده؟ كنت هوم الون لان حسام ما كانش لسه رجع من السفر. ده الباشا. باشا حسام راجل ده يا جماعه جايب برنامج ده نزهه. الله العظيم بيعدي لما يقدر. اللي هو والله يا جماعه ايه طب انا اجي النهارده؟ ما عنديش فرح، ما عنديش بريمير، ما عنديش سفريه. هتنازل وجهي وعدي عليكم. لا ثانية واحدة بوز هنا. لوك هوز توكينج. الله. الله. مش هنشوفه كل يومين. باجي في مواعيدي. ما بفوتش مواعيدي. ما بفوتش حلقة. صح؟ لا لا بتفوت ثلاث حلقات. ثلاثة. طيب أنا عايزة أقول لكم إن بجد بجد يعني شريف كان وحشنا وده إحساسي وبالظبط كمان كان إحساس آية امبارح. بس عايزين نطمن يعني أنا وآية اطمنا على بعض في أجازتنا. أنت أجازتك كانت أوكي؟ الحمد لله أوي. وشهيصت أوي أوي. لا خالص ولعتها. أنا شفت ستوريز. لا لا إيه؟ على البحر. مساء الخير يا جماعة. بس الأول عشان خاطر أنا هطلع على البحر على البيت. البيدة البيدة إيه؟ ما طلعش من على البحر تقريبا. بس ايوه طب حلو. طب ما دي هي لا 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 مجون. تقصد المجون؟ مجون حفلات مجانة. الحفلات الماجنة. الحفلات الماجنة. لا ما حصلش خالص. ما حصلش. انا لا 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 انا كنت بجود جوي. ساحل طيب. فيري جود. طيب بالزيادة بقى. طيب ليفل الفريسكا والفطير. طيب ليفل المانجا. طيب ليفل البس. عارفين عايزه اقول لكم على حاجه بذكر بقى الحفلات والمجون والافراح والليالي الملاح وكل الحاجات دي. انا عارفه نبدا حلقتنا منين. يلا. ناس كتير كانت بتقسم افراحها ومناسباتها العامه خلال فتره الاجازه اللي كنا فيها والاعياد. ودي بصراحه لقيتها فرصه علشان نخرج كده باستوديو تحليلي على قدنا شويه له علاقه بالموضوع. مساحة جدل يا جماعة غريبة الأطوار والأشكال. وهو اللي فجر الموضوع مش أنا الحقيقة يعني. هو بوست بيتكلم عن الظاهرة اللي حابين نتكلم فيها النهاردة. وهي ظاهرة مش جديدة لكن بقت أكثر تطورا بشكل كبير قوي. وهي ظاهرة الرقص في الأفراح. على فكرة لما بروح فرح وبيبقى صحابي ويعني مش ناس مثلا معرفة أو حاجة. لا صحابي وقرايبي وحاجات زي كده عادي نتمايل مع الموسيقى وحاجات زي كده. نتمايل؟ لكن على العموم أنا برقص. إيه نتمايل دي؟ أنا عايزة أقول كده بس مش عايزة أخرج بره السياق يعني. يا جماعة بصوا أحترم سني يعني. برقص مع أصحابي وقرايبي وحبايبي عادي إيه؟ يعني في إيه دودو؟ في إيه؟ لا يعني بصي باخدهم بالراحة. لن أعلق. خدهم على حجري برضو. عموما يعني هو أعتقد إن ممكن تكوني شفتي نفس البوست برضو اللي أنا شفته. ويمكن اكون يعني من اللي حاسه باحساس انه والله يا جماعه كبرتوا الموضوع. خلينا طيب نتكلم عن البوست ومحتواه ونعلق عليه.
بوست طويل ويمكن يكون صادم، بس احنا مش هنقراه بالنص، احنا هنعلق بس على محتوياته. في حاجات خارجه برضو، يعني مش خارجه يعني، كان فيها حد. ايوه برافو عليك جدا. صاحبه البوست هتكون معانا شخصيا على التليفون تشرح لنا وجهه نظرها، بس خلينا نقول لكم انه مدخل البوست لازم يتم ذكره. هي بتقول تخيل لما تكون عريس جديد وحد يقول لك ما تنده لنا المدام بتاعتك تيجي ترقص لنا شويه، هتحس بايه؟ اهو ده بالظبط اللي انت بتعمله اكتر يوم فرحك لما بتخلي مراتك ترقص، مش بس قدام اصحابك لكن قدام العالمين في القاعه والمعازيم، العاملين في القاعه والمعازيم. طبعا يعني اختلفنا او اتفقنا على مبدا الرقص نفسه، بس خلينا نقول ان صيغه الجمله نفسها بتوحي بمعنى اكيد ما حدش هيتقبله. انا عايزه ابدا بيك انت يا شريف واعرف يعني رايك في الكلام الجارح ده. عشان هو راجل يعني؟ يعني لا، عشان هو عشان احنا الرجاله رقص ومحدش هيعلق يعني؟ عشان زميلنا برضو من حقه يقول رايه كده. طب انت عايز تعرفي رايي كراجل في التشبيه يعني او كده، ولا اللي اتقال في الظاهره بقى عموما؟ بص انا اعتقد ان انت شخص عامه ما عندكش التناقض ده، انت شريف وات يو جت بس بالظبط. انت زي ما انا. بصي التشبيه طبعا مش مقبول خالص كده كده، لان الكلام مش بنصه، الكلام بما يحمله من دلالات، واحنا كلنا فاهمين معنى ان دلاله او دلاله الكلمه دي زي ما بالظبط يعني، هي كلمه دمها تقيل قوي لما حد يقول لما تجيب مراتك ترقص لها معناها ايه؟ حد عمره بيقول كده؟ ابدا. ايه ده؟ واللي هي قطعا تختلف 100% عن مبدا الرقص نفسه في الافراح، اللي بيبقى بدافع الحب والفرحه والانفعال بحدث سعيد، حتى اللي بيرقص او بيشارك في ده بيبقى بيسقف وبيتنطط، حاجه بريئه جدا. فهي المقارنه بالنسبه لي واعتقد بالنسبه لناس كتيره جدا ما كانتش مقبوله. اما بقى لو بنتكلم عن مبدا الرقص نفسه، فخلينا نقول بصراحه شديده جدا ان الموضوع يتلخص في عنصر واحد، وهو مدى تقبل كل واحد فينا بشكل الافراح المعاصره بقى عموما، او الشكل اللي وصلت له، مراحل تطورها عبر العصور. ولو تفتكر احنا كنت عملت موضوع لما قلت الموضوع الكوشه وكلمنا في القصه ديت يعني في الافراح، ودي احدى المظاهر الداله جدا على التطور الرهيب اللي احنا شفناه وشافته الافراح على مدار السنين اللي فاتت، اللي هو من ان العريس او العروسه كانوا زمان بيقعدوا يسلموا على المعازيم وكده ويستمتعوا بالعرض او الشو اللي موجود في الفرح، الى مرحله هم بقوا جزء من الشو. في بعض المراسم، ودي حقيقه، من اول الفيرست دانس لحد بقيه الفرح هم جزء من الرقصه، واتلغت يعني الكوشه أصلاً. واتلغت الكوشه الحمد لله، يعني الحمد لله، وصار ان هم اصبحوا هم الشو الوحيد والرئيسي، وكمان العرض مستمر طول الفرح وعيني واقفين على رجلهم ما بيقعدوش يعني. فزي ما قلنا ما بقاش في كوشه، وزي ما قلنا ده بقى شكل الفرح. ملحوظه مهمه قوي، لو هتتفرجوا على الافراح الشعبيه شويه، خلاص المنظر بتاع الستيج الكبيره اللي العريس والعروسه عليها واهل العريس، ولو حد بيغني وبتاع، المنظر ده لحد مثلا 5 6 سنين كان موجود في الافراح الكبيره اللي بتتعمل في احياء شعبيه او في قرى او في كده. لو تاخدوا بالكم ان ده تحول الى الافراح اللي في القاعات. زمان ما كانش في موضوع الستيج العاليه وكده، كان في بيست وكوشه والعريس وعروسه في النص، ولو جه حد يغني هو اللي بيبقى على الستيج بالزبط. واحنا تحت، والحته العاليه اللي هي بتاعه الكوشه دي اللي كنا بنتصور فيها مع العريس وخلصنا. والعروسه بس صح، هي دي. المنظر ده بقى موجود في الافراح اللي في الفنادق والقاعات والسواحل وحاجات كده، وبقى موجود في ده. فدي حاجه اصلا انا خدت بالي منها امبارح وتدعو للتفكير. صح والله يا جماعه، يعني انا عايزه اقول انه لو الاستاذه اللي كتبت البوست بالنسبه لها الست بترقص فالناس تتفرج عليها، فاحنا كمان بنتفرج على الرجاله وهم بيرقصوا عادي يعني. تمام، الناس كلها بتتفرج على بعض، مش موضوع يعني. انا بصراحه لما بحضر اي فرح حاليا بسترجع مباشره افراح زمان زي ما الشريف قال، وافراح دلوقتي، وبحس بالتطور الغريب والسريع في شكل افراحنا. مش عارفه بعد كده هيبقوا متعلقين في السقف العريس والعروسه ولا ايه يعني. لكن عموما يعني لما بحضر افراح العيله واصدقاء العيله، مرورا حتى بمرحله من القرون الوسطى ساعه فرحي وافراح اصحابي، وصولا لفرح بنتي وافراح دلوقتي، لا يعني مش معقوله التطور اللي حصل على كل المستويات، العادات والتفاعل والفن حتى الطقوس، يعني كل حاجه، المزيكا نفسها اتغيرت تماما. طبيعي، ما هو احنا برضو ما عندناش فولكلور خاص بالافراح، يعني هتلاقي في النوبه مثلا عندهم فولكلور طقوس ما البدو مثلا عندهم طقوس ما، بس احنا في القاهره والجيزه واغلب الاماكن لا، احنا في الاخر ده مظهر اجتماعي، فطبيعي يتطور مع تطور كل حاجه في الحياه. صحيح. ما تسيبوا الناس ترقص يا جماعه، يعني مش فاهمه ايه بجد، ايه المشكله بتاعت الافراح دي؟ وحد بيشوف حد وهو بيرقص يا ستي؟ بنتفرج على بعض وبنبقى مبسوطين، مش عارفين نتنفس، بنبقى مبسوطين لما بنشوف
الناس دوبها خلاص طالعه. مش احنا بنتناقش اصلا في الموضوع ده. ايه؟ مش احنا بنتناقش اصلا. ما اللي يرقص يرقص يا اولاد. اتفضل اتفضل. والله قوم ارقص لكم دلوقتي. دي بتتلكك يا واد موضوع تاني يعني. لا هي 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 فعلا بتتلكك علشان انا بتلكك فعلا. لكن ايه رايكم في الاسقاط الاخلاقي اللي في البوست؟ يعني معلش هي اللي كاتبه البوست يعني لا معلش كانت رانيا. كانت حاده كانت حاده. ما تنسوش يا جماعه انه الافراح هي واحده من المظاهر او من العادات اللي احنا زي ما قلنا تاني بقت خلاص جزء متاصل في مجتمعنا. في ناس بالنسبه لهم الفرح ده ممكن ما ياكلوش وما يشربوش وما يروحوش هانيمون لكن يعملوا فرح حلو. ليه انت بيسموها ليله العمر؟ واعمل فرح وادفع فلوس وما ارقصي. ما انا عارف صح استاذه رانيا مساء الخير. بالظبط. جيت استاذه رانيا رمسيس اللي كتبت البوست المحاميه. اتفضلي. بجد انا من اشد المعجبين ببرنامج اصلا وبيكم انتوا الثلاثه بحبكم جدا. الله يخليك منورانا. ده مش معناه ان احنا موافقين على كلامك. كلا البتة. احنا مش موافقين. والاختلاف في الراي لا يفسد الود قضيه. ايوه استاذه رانيا انا بتلكك عشان ارقص عامه. فرح بقى طهور ايا إن كان انا برقص. دي حقيقتك خلاص. ده رايي ودي حقيقتك عادي. ايه اللي دفعك لكتابه البوست ده؟ بصي حضرتك انا لاحظت كتير قوي من حضور الافراح كتيره جايز ما تكونش الافراح اللي انتوا بتشوفوها برضو. يعني انا جايز بشوف جزء من افراح لا بيبقى فيه يعني حاجه بقت فظيعه انه في عدم حياء وفي بصي مش الرقص الطبيعي بتاعنا فاهماني. حتى لو في رقص بيبقى فيه رقص سلو كده تمام فاهماني انما ده رقص اللي هو يعني مكتب. لا انا مش فاهمك بصراحه. اشرحي اكتر. انا مش فاهم يعني انا مش فاهم حضرتك بالظبط يعني يعني عملتي لا انا مش فاهم اسقاط اخلاقي كان اللي بيرقص في فرح يبقى ما مش مؤدب. طريقه الرقص نفسها بتختلف. ما انا بقول لك اهو جاي لك في الكلام في طريقه مبتذله يعني ما تدلش على ان ده فرحه اصلا. يعني حاجه ثانيه يا جماعه يعني من اول الفرح لاخر الفرح معروفه عماله بترقص وفي ناس بتصور وبما اني محاميه عايزه لا ثانيه واحده يا رانيا انت كمان معترضه ان العروسه نفسها ولا بتتكلمي على المعازيم؟ لا الجميع انا اتكلمت كله جميع يعني هنقعد كده في الفرح كده كده. لا بصي عايزه اقول لك برضه انت مش واصله من في دماغي. بصي في وقت يعني مثلا انا ببقى لابسه لبس خليع مثلا سوري انا اسفه جدا كل واحد وليه طريقته بس وبتمام بطريقه معينه ويعني يمكن انت ما شفتيش الافراح دي بس انا شفتها ومع ذلك عايزه اقول لك ان احنا بيحصل لنا بيقابلنا مشاكل كتير بسبب المواضيع دي انه يكون في حد معزوم في الفرح غريب مش تبع المعروسه او العريس او تبعهم على فكره بتحصل بيصور وبينزل فيديو على الفيسبوك والناس كلها بتشوفه وساعات بتحصل مشاكل من وراء. لا ما هو هنا يا فندم بقى هستأذن حضرتك هي هنا بقى نفصل بمعنى حدث خاص عائلي او اصدقاء يبقى في اطار العائله ممكن اقول ساعتها انا معترض او بقول انا بالنسبه لي على الاقل يعني ان انا مثلا معترض على فكره انه حدث خاص ممكن تبقى حد زي ما بالظبط الفنانين ثانيه واحده هنروح بعيد للي حصل مع حاله الشيحه من اسبوعين لما قالت انا متصوره في فرح مع احمد سعد لابسه اللي لابساه عامله اللي عاملاه لا يعني ان احنا هنتجوز ولا يعني ان انا عندي اي حاجه انا في مناسبه شخصيه كنا تنزل على فيسبوك او على انستجرام دي قصه ثانيه خالص ده هتفهمه دي حتى اللي صور حد ده هتفهمه لانه حصل مع ناس صحابي وحصل مع مصورين من ناس صحابي صوروا بنات متزوجات زي ما انت قلتي لابسين براحتهم في فرح بقى وفرح عائلي ما انا لازم احط تحت ده 60000 خط تتحط على انستجرام لا دي حاجه سخيفه جدا انا معاكي لكن المبدا بقى نفسه هنا انا لا انا هنا واقفه بقى المبدا نفسه كوني اني اعمل كده قدام ناس انا ما اعرفهاش ما انا مش بقوم في الاطار العائلي ان انا ما اعرفهاش انت عازمه في الفرح اغرب مش بيكون في الاطار العائلي ابدا ده بيبقى فيه حضرتك يعني بتاع ده عمال القاعة موظفين دي جي الكلام ده كله ما في حاجات كتير في ناس كتير مش عارفها انت تضمن منين ان ده ما يصورش ويطلع عنده ويعمل يكتب على الصور بقول لحضرتك احنا بنشوف مشاكل كتير عارفه بقى يا رانيا الرقص مسؤوليه كل رقص يعني ايه يعني لو انت مش عايزه اي حاجه تو جو بابليك ما تعمليهاش ولو حاسه ان الرقص طبيعي وعادي خلاص
يعني اقصد ايه؟ ان دايما نبقى عارفين اننا معرضين لاننا نتصور في اي مناسبه. اللي بيزمر ما يخبيش دقنه، صح ولا انا غلطانه؟ ده المثل ده. اللي بيزمر ما يخبيش دقنه. بنزعل وبنضغط في الاخر وبيبقى مساكن. طب ممكن اسالك سؤال؟ ايه شكل الفرح اللائق من وجهه نظر حضرتك يا فندم؟ الفرح اللائق من وجهه نظري يكون نرجع لعاداتنا وتقاليدنا زمان، فاكر ايام فاتن حمامه بقى والناس دي، فاكر الناس الجميله دي. ونجيب رقاصه. ده خلاص بقى. ما هو ده خلاص بقى، ده راح. ده اتفرج عليها. وده راح. على فكره ساعتها برضو كانوا بيرقصوا. وراح، يعني ده زمان خلاص، زمان ما بيرجعش تاني. طب انت مع الرقاصه دلوقتي نعمل ايه بقى؟ مش مع الرقاصه يا استاذه رانيا. هو مش مع اي فعل يناقض اخلاقي ومبادئي. اكيد. يعني انت مش مع وجود رقاصه في الفرح عامه؟ لا طبعا. طب حاسه حضرتك سؤال يا فندم، حضرتك قلتي حاجه، حضرتك قلتي حاجه نقطه مهمه جدا عايزه اقف عندها. حضرتك قلتي حسب اخلاقي ومبادئي، بمعنى حضرتك سيده محترمه في مجتمع في عائله، فحضرتك تقدري تقولي ده في اطار عائلتك او في اطار مجتمعك. مش قصدي حاجه خالص، بس افهميني في السؤال اللي هساله لك. يعني ده رأي شخصي جدا ونسبي جدا، انك تكتبيه بوست بابليك على فيسبوك ده في جادجمنت او حكم على المجتمع، اللي مش شرط ان هو ولا من نفس مبادئ حضرتك او عائلتك، ولا من نفس تربيه، ولا من نفس العادات، ولا من نفس الباك جراوند. طب الناس، فعايز اعرف حضرتك بس، يعني انت عايزه تطبقي اللي في حياتك على الناس؟ انا ما بطبقش، انا بقول وجهه نظري. وان طب الريبلايز كانت ايه؟ الكومنتس كانت ايه؟ ايه اللي علقولك على البوست بتاعك؟ كانوا كتبولك ايه؟ عايزه اقول لحضرتك ان اغلبيه 95% مع، مش ضد، مع البوست بتاعك، مع الحكم على الزوج بان هو لما يخلي مراته ترقص في الفرح ده معناه ان هو عازم صحابه في البيت وبينده لمراته يقول لها تعالي ارقص لنا شويه. في شخص صديق عزيز يعني قال قدامي الكلام ده، فانا يعني حسيته قريب قوي من الموضوع. بصي انا هقول لك حاجه، انا بحكم على السلوك مش على شخص بعينه، بحكم على السلوك معين، سلوك مش من مبادئ المجتمع بتاعنا اصلا من زمان، يعني ده مش من مبادئنا ولا اخلاقنا ولا ديننا، صح ولا غلط؟ طيب احنا بنشكرك شكرا جزيلا يا رانيا، وشكرا انك انت قبلتي تعملي المداخله معانا ونناقشك في وجهه نظرك. ده بيخلينا كده نقعد نفكر في حاجات بتحصل ونقيمها ونشوف اراء الناس مين مع ومين ضد، وقد ايه مجتمعاتنا كلها اتغيرت. العالم كله يا جماعه اتغير، والجيل ده غير الجيل اللي قبله غير الجيل اللي قبل قبل قبله. فاتن حمامه الله يرحمها مش هينفع ترجع تاني، لان العالم والزمن اتغير، فقول للزمان ارجع يا زمان. على كل الاحوال تعالوا نشوف عندنا ايه النهارده. مكتوب الحلقة. انت مكتوب، انت اسمك مكتوب، كبسوا كده هيموت ويتكلم. تمام، لينا فاصل نتكلم فيه. لا 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 خالص، انا دايما هقول الجمله الدبلوماسيه بتاعت التلفزيون بتاعت والاختلاف في الراي لا يفسد الود قضيه. تمام. لا هو تمام جدا، هو تمام. حلو 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 الرد ده مبسوطين. طبعا ليك، قول لنا عندنا ايه النهارده؟ طبخين ايه النهارده؟ طبخين ايه؟ هنتكلم على محتويات الحلقه بدون تفاصيل الحقيقه، عشان انا مش عايز احرق خالص المفاجات اللي في الحلقه. بس احنا النهارده هيكون عندنا العنصر الجدلي، زي ما قلنا كده هتحصل خناقه ثانيه غير الخناقه اللي حصلت دلوقتي. اولانيه بسيطه كده، بين اطراف وجبهات. احنا مننا اللي هيشارك ومننا اللي هيبقى محايد. كمان هيكون معانا مضمنش حته ما بتحصلش. انا ما بتحصلش قدامي حته محايد. لا انت تعرفي تعملي الحكايه دي على فكره. محايد سنه لما ببقى ما... لا على فكره انا ببقى محايده لما ببقاش عارفه اكون راي، يعني انا مع ده شويه وده شويه، مع بعض البنود في ده شويه وده بعض شويه، لكن كحياد تام مش هتلاقي. هو الحياد التام ده ماسخ اساسا قوي، دمه تقيل بالظبط، خصوصا في شغلانه زي شغلانتنا يعني. وبرنامج زي برنامجنا احنا عايزين نولع كده، نولع. أيوة. ولعي بقى، ولعي على راي محمد هنيدي. كمان فكره ان انا في فكره كمان متحمس ليها جدا، وهي حاله الزخم الموجوده في المناخ الكروي حاليا. فهيبقى عندنا استوديو تحليلي، ولكن ضيوفه مفاجاه. مش هقول اسماء، لان قلت اي اسم هكون بحرق المفاجاه. تفتكر الزمالك هيلعب ولا مش هيلعب؟ لغايه يعني اللحظه دي هو مش هيلعب، بس تفتكر هو يا هو استاذ شريف بلاش نسال شريف عن الزمالك. لا وعلى الكوره عموما، ولكن عشان انا متابع، لانه ده موضوع قلب مصر كلها.
في كان حد صديق عزيز جدا وهو محلل قال انه هذه المشكله كانت زي ما بيقولوا كده ايه، كان وقتها كان لازم يحصل، هي بس الاختيار التوقيت اللي كان استراتيجي شويه علشان في مشاكل تانية. فهي يعني هترسي على ايه، هي كان زي ما قلنا كده كانت عامله زي القنبله الموقوته، يلا فرقعت فين ونخلص فرقعت كمان ونحل. فرقعت في وشنا كلنا النهارده. كمان هيكون ميعادنا مع الفقره اللي احنا نفسنا عن نفسنا انا بحبها جدا، يعني هوب في حد فينا يعرف يستفيد منها حاجه، وهي فقره رياده الاعمال مع باشمهندس حسن منسي. حابين تشوفونا واحنا بنمتحن في لجنه امتحان حقيقيه، ده هيحصل النهارده، قرر يختبرنا في الماده العلميه اللي بيديها لنا من ساعه ما بدانا، والموضوع هيبقى بشكل مفاجئ. ذاكرتي؟ لا على الله والله، انا عمري في حياتي ما ذاكرت اصلا، هذاكر النهارده بالظبط، انا مش جاهز خالص للمحاضره. ورقه وقلم بقى يا جماعه، هو جاهز اكتبي ورايا يا ست الكل. هيكون عندنا ايه تاني؟ بس فاصل. عايز ايه ده؟ ايه ده؟ مفيش حاجه تانيه؟ ايوه خلاص، دول مفيش احلام، مفيش ابراج، مفيش طارو فارو. ما هو كان عندنا امبارح قراراتي المفضله. انت كنت فين امبارح؟ ما كنتش في الحمد لله كنتش ده انت فظيع فظيع فظيع. طلعينا فاصل يا دينا من نفسك. فاصل ونرجع تاني، يلا بينا. وحشتوك. طب والله هنجوزك سيدو، هي دي الجملة الكلاسيكية اللي مش هقول يعني بتشجع الكل ان هم يعني ما شاء الله الله اكبر كده ياخدوا خطوة الطلاق بصدر رحب، لكن علشان يعني. بالظبط كده، ودايما بيقولوها الاهل عشان يحسسوا البنت او السيدة اللي في هذا الموقف ان هي مش مضطرة تستحمل وضع معين. لكن إن السؤال اللي بنطرحه النهارده في مناقشتنا هو، هل كل الاهل بيفضلوا متمسكين بنفس الجمله دي على مدار المراحل اللي بتعدي فيها المطلقه، ولا الموضوع ده بيتغير لحد او من بعد لحظه الطلاق لحد ما بنوصل للموقف اللي احنا فيه النهارده؟ مراحل الطلاق الأربعون، بس انا مش هسميها الأربعون. شفنا كده بوست انا هلخصه سريعا جدا يعني، والبوست ده صاحبته معانا النهارده عزيزتي المطلقه والباحثه عن الطلاق، شويه حقائق هتشوفيها بعد الطلاق محدش هيقول لك عليها، وهي الحقيقه مقسماها لكذا مرحله، انا هقول بس عناوين بسرعه وهنتناقش فيها. فتره التجهيز للطلاق زي التجهيز كده للحمل والخلفه، كلام هتسمعيه من مامتك في الاسابيع الاولى عقب حصولك على الطلاق، كلام هتسمعيه من امك بعد كام شهر من الطلاق والمحاكم، وطبعا بقى دخلنا مرحله بقى اللي هو زي بالظبط كده اللي هو مفيش حاجه جايه في السكه، هو نفس المنطق كده بالظبط، المحامي قال لك ايه على فلوس النفع والمؤخر، فاضل معاكي فلوس قد ايه من اللي سلفتهم لك وهكذا، وبعدين بقى كلام امك هتقوله لك بعد ما صرفتي متجمد النفع والمؤخر والمتعه في حاجات هي شايفه اكيد ان هي مش مهمه خالص، اخوكي محتاج قرشين يكمل بيهم على ثمن الفرح، عازمين خطيب اختك هو واهله، كلمي المحامي خليه يرفع قضيه زياده نفقه، وهلم جرى. مراحل الطلاق وايه هي الحقيقه المره، ده اجلي تروز زي ما بيقولوا، هو ده فقرتنا او ده موضوع فقرتنا النهارده. هنناقشها مع ضيوفنا طبعا، استاذه نيني اهلا موسى هي اللي كاتبه البوست، واستاذه رانيا حسن، وانتوا الجبهه اللي المفروض هتدافع عن البوست، ومعانا يعني على الناحيه الثانيه ايوه استاذه ايمي صديق واستاذه ساره محسن، اهلا بيكم. اهلا بيكم. يعني الاول خليني نيني عايزه ابدا معاكي، اتفضلي. ليه البوست؟ هل في المشهد حواليكي حد تعرض او انت نفسك او حد؟ احكي لي ظروف البوست. انا الاول جدا ومش ما شاء الله حبيبتي، عندي 5 أحفاد ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا بنحفظهم لك الأول، ربنا يخليك أي كلام. ميرسي على ذوقك. أنا مهتمة جدا بموضوع قانون الأحوال الشخصية. أوكي. وطرحته كتير في الإعلام، وعملت كتير علشان يتعدل، عشان يبقى عادل لصالح جميع الأطراف، وبالذات لأيتام الطلاق. أنا بسميهم كده أيتام الطلاق. أوكي. فالبوست ده لا بس سوري قبل ما تكملي، أكيد في حاجة تريجرز، يعني في حاجة استفزتك خلتني أعمل كده، أو خلت إن اهتمامك بنقطة الأحوال الشخصية. عايزاكي تقولي. طيب أنا ابني الحمد لله يعني مش بشهادتي، إنسان سوي كويس، اتجوز، بنت وحيدة، مامتها كانت مسيطرة عليها قوي، لغي شخصيتها، نجحت في انها تطلقهم مره ورجعوا،
وطلقتها تاني. فده اللي خلاكي ابني عنده تفزك. اتنين احفاد توأم. هو النهارده يعني هم الوقت ماشيين في 16 سنه وزياده. ما شافهمش ها خالص ولا الفترة. ولا حضرتك كمان شفتهم فترة أكيد. لا لا ولا انا ولا اي حد. 16 سنه فترة. ده مش قانون يا فندم. لا يا حبيبتي هو ده القانون. ازاي مش ليه رؤيه؟ ما هو الرؤيه دي حضرتك لما بتروحي الرؤيه دي جابت له جلطه في القلب سدت الشريان الرئيسي بتاع قلبه. دكتور مجدي عقوب بعد الشر عمل له ليه؟ عشان ما بيشوفش ولاده. بس ده عشان مش قادر يمسكهم يحضنهم بالقانون. هي تتعاقب على ده؟ مفيش قانون حبيبتي. عملنا رفعنا رؤيه رفعنا قضيه وعملنا كل حاجه. خدت انذار يعني ما تعمليش كده تاني. بس كان ابني عيط بقى خلاص. طب معلش سؤال. اتفضلي. دلوقتي حضرتك في البوست ده يبان لاي حد يقراه ان انت واقفه في صف المطلقه. انت الحكايه اللي بتحكيها دلوقتي دي بالعكس. انا على فكره مش ضد اي مطلقه ولا ضد اي ست. انا ست. انت شايفه ان مرات طليقه ابنك ضحيه والدتها؟ طبعا. وهي كانت كده فهمنا ست مؤدبه جدا. حد شجعها يعني. هي مامتها هي السبب. يعني الاهل ممكن يبقوا سبب في خراب دي. طب هو ده مغزى. بدافع ايه؟ بدافع يعني هم بيبقوا وجهه نظرهم ده دافع حب. حب تملك. بس هي مش شايفه ان هي بتاذي بنتها. ما انا بقول لك بتاذيها. بتاذيها واذتها. يعني هي عايشه وحيده. انا ابني اتجوز وخلف. ما شاء الله. واي راجل هيعمل كده؟ طبعا مش هيعمل. لا الموضوع اكبر من ان هي عايشه وحيده. ده ذنب عليها على فكره. تتعاقب عليه ليوم الدين. ده هي كده واقفه في حته. ده هي عامله كده ولاده. ايوه. طب رانيا انت عندك تجارب شخصيه مع الموضوع الانفصال؟ عندي تجارب شخصيه مع يعني انا انفصلت وتزوجت. فانا بس انا كاتبه على فكره وليا راي معين في الموضوع ده. اتفضلي. الجواز هو امن اسري. يعني ايه امن اسري؟ يعني اي حد داخل مشروع جواز المشروع الرباني ده لازم يكون حاطط في اعتباره لما يجي يدخل يرتبط ان انا داخل متحمل مسؤوليه. الطلاق انا مش ضد الطلاق لو الحياه خلاص كل المحاولات فشلت، لكن الامن الاسري خط احمر زي ما الرئيس السيسي كده بيرسمه لنا. الامن الاسري هو ان انا لازم ادي طليقي او جوزي كل وسائل الموده والرحمه والاعذار. اعذره لغايه لما اوصل لدرجه لو هو هوبليس كيس خلاص هنا الطلاق هيحصل. لكن لو في امكانيه للاصلاح ليه لا؟ حلو. عارفين احنا حلو ايه قوي. مشكلتنا؟ حلو عارفين ايه مشكلتنا؟ قول. ان احنا عندنا نسينا اراء اجدادنا، جدتنا وامهاتنا اللي كانوا بيعمروا البيوت. احنا بيوتنا دلوقتي اتخربت بسبب ان حاجه طبعا سترونج اندبندنت وومن. سوري استاذه رانيا بس حضرتك اتطلقتي قبل كده. معنى كده انك انت ما نفذتيش الكلام اللي حضرتك بتقوليه. لا نفذته 13 سنه. 13 سنه بس هو حد محترم جدا وحد كويس جدا ولغايه النهارده علاقتي بيه كويسه جدا. مش معنى الطلاق ان احنا اعداء على فكره. لا مش هي دي معنى النقطة. الطلاق ان انا اقصد ان كان بالمبدا اللي حضرتك بتتكلم فيه وهو مبدا محترم وانا معاه 100%. اوكي. لكن معنى كده انك ما استنفذتيش كل الفرص اللي تديها لزوجك بما ان هو شخص محترم وحضرتك محترم. استنفذت بس خلاص. هي الحياه استحالت لغايه هنا. فانا مش ضد الطلاق بس ضد ايه؟ ان انا لازم ادي الفرصه واخلي مبدا الموده والرحمه لاخر الوقت. بعد كده خلاص الدنيا انتهت. مفيش مشكله. بس انا نصيحتي دلوقتي اللي انا شايفاها مع احترامي للكل. أي. احنا عندنا الاعلام بتاعنا انتشار السوشيال ميديا مساعده انا اسفه جدا على خراب البيوت. الامن الاسري بقى مهدد. انا مش ضد المطلقه. انا واحده مطلقه واتجوزت تاني واخترت كويس جدا وتمعنت في اختياري. فعادي الحياه بتمشي. انا مش ضد الطلاق. مش عايزه الاستسهال. هو دوت. حضرتك شفتي محاكم الاسره عامله ازاي؟ كم القضايا اللي بتهدد يا صح. جماعه الامن الاسري ده طيب. حاجه يعني لازم نتكلم حاجه مهمه جدا. بس يا استاذه رانيا انا معاكي جدا في اللي انت بتقوليه. بس هي اللي حاصل في الـ في الـ في محاكم الاسره دلوقتي ده برضو نتاج للي اهالينا عملوه زمان لما قعدوا وسكتوا وصبروا على حاجات ما كانش المفروض ان هي يعني ده حقيقي. نسكت ونصبر عليها. خلينا طيب نروح للوينج الثاني. امي ايه رايك في البوست؟
انا مش عاجبني البوست خالص. ايه بقى انت حدد لنا في نقط كده ايه اللي مش عاجبك؟ انا بتكلم في نقطه، انا ما ينفعش اعسف الست واجبرها ان هي تكمل في علاقه بتستنزف طاقتها، بتطلع اطفال غير اسوياء بالمره، بتضيع عمرها وشبابها، بلس انها ممكن تدخل في علاقه او تحب حد عشان هي اوريدي عندها احتياج فتخون، فيحصل جرائم تانية اللي هي ممكن قتل عشان خيانة عشان حاجات كتير. هو ده حلال ربنا حلله، أنا مش بقول نستسهل وأنا ضده، وأنا مريت بالتجربة دي والحياة صعبة جدا، بس حتى أنا ممكن أكون عايشة مع راجل أنا اللي بصرف وأنا اللي بشتغل وأنا اللي بعمل كل حاجة. يعني أنا بالنسبة لي الطلاق أحسن، ان انا حتى لو ما اخدتش منك حاجه خالص على الاقل هحافظ على سلامي النفسي. طب واللي حكيته استاذه نيني في البوست ده انت بتشوفيه بيتحقق على ارض الواقع؟ هو بيتحقق، بس كل واحده ست لازم يكون عندها اراده وقويه، والستات قويه، اصل ما فيش واحده بتخرب بيتها بسهوله. الستات مش عايزه تنفصل على فكره، في فئه معينه او جيل تاني غيرنا مثلا، انها ما فيش ست بتوصل انها تخرب بيتها، وخصوصا ان هي بيبقى عندها اطفال وهي خلاص الشخص ده واخدها عن اقتناع، فانا اكمل ليه في علاقه؟ طب حد شجعك يا امي؟ يعني برضو نرجع للبوست تاني، هو حد قال لك اتطلقي انت بس وانا اجوزك؟ انا كل الناس كانوا ضدي. حد سهل لك من شان الطلاق؟ بالعكس. وبعدين لقيتي ان التصرفات او التقبل في داخل العيله بقى بيتغير؟ يعني البوست كان عن كده. لا انا بالنسبه لي هم كانوا مؤيديني لسبب ان انا اديت فرص كتير جدا، يعني انا ما مش يلا نتطلق فيلا، لا انا حاولت كتير جدا فلقيت في الاخر قلت خلاص انا كده كده هعيش اربي ولادي، فلقيت الارهاق النفسي والمشاكل والخلافات بتطلع اطفال غير سويين وبيضلوا يعيطوا ويشوفوا مشاكل وخلافات. طب هم ذنبهم ايه؟ لو احنا ما قدرناش نكون زوج وزوجه كويسين خلينا نكون اصدقاء كويسين، على الاقل انا هشتري سلامي النفسي وراحه اولادي ويطلعوا اسوياء. هم دلوقتي علاقتنا فوق الممتازه انا وبابا، انا كده كسبت ان انا ما وصلتوش للمحكمه؟ لا 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 ولا حصل ما بينكم اي مشاكل؟ لا انا بالنسبه لي اصلا انا مش هعيش في صراعات حتى بعد الانفصال، يعني انا عشت في صراعات في الجواز، اجري بقى في محاكم وليه اشتري يعني منه حنيته على اولاده؟ لا انا كده كده بشتغل وربنا بيرزقني برزق اولادي، انت رفضت بقى دي مشكلتك. انا ضد ان انا اروح مع بابا بناتي لمحكمه او اقف قدام قاضي وهم معايا، انا كده هجرح مشاعرهم وهيفضل الصوره دي في دماغهم مدى الحياه. طيب ساره عايز اسالك سؤال. اتفضل. شايفه ان المجتمع ظالم المطلقه وظالمها ازاي؟ ودي مسؤوليتها ولا مسؤوليه المجتمع؟ ثلاث اسئله. بس هو كمجتمع شرقي طبعا، وخصوصا في الارياف او في المجتمعات اللي شويه غير المدينه، طبعا بيشوفوا المطلقه دي كانها ست عملت جريمه، لكن هم مش لحد دلوقتي فئة كبيرة منهم، ما بقدرش اجمع، لكن فئة كبيرة وبيكون من ضمنهم الاهالي. الاهالي بيفضلوا انت مطلقة ما تطلعيش، انت مطلقة ما تتكلميش، انت مطلقة ما تروحيش، انت مطلقة مش عارفة ايه، عايزة تتطلقي تسيبي ولادك عند ابوهم، عايزة مش عارفة ايه تعملي مش عارفة ايه، وهي ممكن تكون اصلا عايشة حياة مأساوية جدا. انا شايفة 90% من الستات مطلقات اصلا، انت بتقولي ده احنا كل احنا عايزين نوصل لجذور النقطة دي. يعني سارة ادينا فكرة أكتر عن الكيس بتاعتك، وأنت ليه ضد البوست اللي نيني كتبته؟ بصي هو أنا مش فكرة ضد البوست، أنا أو قولي لنا رأيك في البوست اللي كتبته. أنا رأيي في البوست، لأن أنا كنت مفكرة الأول إن هي بتجمع الموضوع أو أنا بتعمم يعني. بتعمم. أنا ما بحبش التعميم في أي حاجة، لأن أكيد أنت متزوجة؟ لا أنا منفصلة. منفصلة، اتطلقتوا يعني. طيب هل شفتي الظروف اللي نيني كتبتها في البوست؟ المراحل الأربعة، المراحل بتاعت الطلاق. لا ما انا هحكي لك بقى انا عملت ايه. انا كنت عارفه ان انا هشوف الكلام دوت، فقبل ما اخد الخطوه ديت امنت نفسي كويس جدا، اشتريت بيت، ظبطت البيت، حطيت فيه ولادي، وبعدين رحت طرحت الموضوع على اهلي، قلت لهم انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا. استعديت يعني؟ بس ده اخد منك وقت، ومش كل حد عنده الامكانيات. كانوا اخد مني وقت 3 سنين. ماما طبعا لحد اخر وقت هي كانت رافضه الموضوع، حتى هي ما حضرتوش خالص، لان هي من الستات اللي هو كملي وعشان خاطر الولاد، وهي استحملت. وانا لو مكانها، انا بابايا بحبه جدا، بس انا لو مكانها ما كنتش هكمل في الحياه دي ابدا اصلا. ماشي، بس مش كل، خلينا نقول برده، خلينا نقول ده هايل، تفكير عظيم. ماشي، بس مش كل الستات عندها الامكانيات. تفكير المناظر في بلدنا في مصر. لا، وكمان امكانيه ماديه. صح، مش شرط. طبعا انت ربنا كرمك وعرفتي وتعبتي. يعني انا مش بقول ان انت كنت مرفعه يعني، بس بقول انه هايل. بس اذا لم يكن هناك هذا الحل، لو ما كنتش انت عندك الاوبشن ده، كنت عملتي ايه يا ست؟ للاسف كنت هفضل مكمله، لان انا ما كانش عندي استعداد. برافو. بس برافو استاذه نيني. طب انت شايفه امتى الست تمشي؟ في اسباب مش ممكن الست تقعد ولا تقبلها. زي انه يكون بيشرب مخدرات، يكون انسان مش سوي،
في او ابيوز سوي دي يعني عنف، ما بيصرفش على بيته، ما بيهتمش باولاده يا جماعه، ملخص كل ده الامان. في عنف طبعا، عنف منزلي، العنف الاسري ده حاجه بشعه طبعا، زادت قوي على فكره، ده ما حدش يقبله. لكن احنا دلوقتي والعنف الخيانه طبعا، في اللفظ اي نوع من انواع طبعا، يعني ما هو أبيوز. اكيد في اسباب خلاص ما فيهاش كلام، لكن دلوقتي احنا عندنا الطلاق على اهون سبب، على اي حاجه تغضب تروح. بس حضرتك دلوقتي بتتكلمي على دلوقتي، بس دلوقتي ده مش من 16 سنه يعني، فاهمه قصدي ايه؟ من 16 سنه ما كانش فيه بصي حضرتك النسب الكبيره، هقول لك فمعنى كده. لا هو اصلا سبب الانفصال هنا كان سبب مختلف تماما عن الاسباب اللي حضرتك ذكرتيها. ما هو اسباب الطلاق كلها مختلفه مش شبه بعض، بس في فئه بتتجمع او بتعمل زي بعض، عارفه زي ما يكون فيروس وبيمشي كده. 16 سنه دول حضرتك تساليني عليهم، برافو عليكي طبعا. مش هم مش كتير، احنا زي ما بتقول كده احنا بعدنا عن نصايح اجدادنا ونصايح زمان طبعا. زمان كان في ست بتتقهر وما بتقدرش يا عيني تتكلم، بيبقى جوزها وممكن بيضربها وبيعذبها بس بتقعد تقول ايه، انا مش هتطلق عشان ولادي. صح، عشان زمان كان الامان الاسري زي ما كانت بتقول، سن الحضانه كان زمان 6 و7. صح، فتقول ايه، انا هسيبهم لمين؟ فما بتصبر هو كمان ممكن ربنا يهديه والدنيا بتستمر. مش عايز اسالك حاجه، سؤال اسالكم كلكم بقى عشان نرجع للبوست، لان البوست كان واضح جدا. هل فعلا الاهل وده ما اعرفش لازم نفهم سببه ايه، ما هو خليني هل بيتغيروا؟ انا عايزه اقول يتغيروا البوست ده طبعا، ظروف يعني تزقها على الطلاق وبعدين يعني تدفعوها ثمن الخطوه دي. انا دلوقتي على فكره هي بتختلف من فئه انا دلوقتي تانية. عندي بنت جوزتها وخلصت، وفي الحاله لا مش انا ما عنديش بنات اكزامبل يعني كمثل. اوكي دلوقتي هي خلاص اتجوزوها وخلصوا، اما كانوا بيروحوا بيدلعوا اولادها ومبسوطين وبيت بنتهم مفتوح وسعداء. الاول ما الراجل ده بيعمل اي حاجه للاسف في توابع كتير بتشجع الطلاق، قايمه القوانين اللي موجوده مدلعه الست اخر دلع. يا سلام، ازاي حضرتك بتقولي كده؟ لا طبعا غلط جدا. لا طب ثواني اديني فرصه، يعني ايه ست عندها طب ثواني هقول لك نفقه 1000 جنيه ولا 2000 جنيه طب هقول لك بس طب ممكن اكمل كلامي؟ اتفضلي. انا على فكره ست زيكم. ايوه بس حضرتك بتقولي كلام مش منطقي. خلاص بقوا كده وهيتجوزوا بنات، انا مش ضد اي ست، لكن عايزه اقول ايه، لما الست بتنفصل بتتمكن من الشقه تاخد مش دايما على فكره حضرتك، انا زيي انا عامله تنازل بكل شيء دلوقتي مش دايما حبيبتي انت حاله خاصه غير كده، في حالات كتير غير كده يعني في اغلب الحالات الشقه بتبقى ايجار جديد بالظبط، ما بتدفعش الايجار وهي اللي هتضطر تدفع. لا حضرتك يعني القاضي بيلزمه والقايمه فكك اصلا. لا ماشي بس دايما اصلا مش انا الموضوع ده اصل يعني فيه قوي. طب انا عايز اقول لحضرتك بس ان انا يعني بقالي مثلا 8 9 شهور بتردد على محكمه الاسره لسبب مش مهم. وعايز اقول لك ان في ستات كتير جدا معهمش حتى تمن المحامي بتلف بولادها كعب داير طيب. بنفسها شفتي بقى من غير محامي اهو ده اللي البوست بيتكلم عليه، بس ده مش معناه ان هي واخده حقها يعني. يا ريتنا بقى عايز تقولي شويه السبب اللي ملوش لازمه. طب ماشي، طب ما هي اكيد ما لجأتش لمحكمه الاسره عشان هي فرقه سعيده وفرقه. عايز اسمع رانيا برضو، استاذه رانيا عشان برضو الريس، لان انا خلي بالك بشوف ان اي حد بيشتغل في مجال الصحفي او كده بيبقى مش بس معني بنفسه، بيبقى بيعمل دايما نظرة مجتمعية حواليه. صحيح، انا عندي اتجاه مخالف خالص. انا احترامي جدا لإيمي ولسارة، وعلى فكرة انا معاكم جدا، وانا لو حصل لي حاجة زي اللي حصلت لك لا انا طبعا هقاوم وهربي ولادي احسن تربية وهكمل في الحياة. بس تعالوا نتكلم في المجتمع ككل. اللي انا بتكلم فيه لازم علاقة الراجل والست من الاول خالص، احنا عندنا مشكلة جامدة جدا مسبباها الاعلام، السوشيال ميديا، المستحدثات اللي في المجتمع. احنا عندنا مصيبة، احنا عندنا البنات الصغيرين اللي طالعين اول مشكله بعد 4 شهور جواز خدمه طلقني شكرا، لو سمحت طلقني طلقني طلقني. دلوقتي البنات الشباب اللي طالعين جداد فكره ان هم تدخل البيت عشان حياه جديده، مفيش ام بتقول يا بنتي بيتك اهم اي حاجه، في موده ورحمه بينك وبين جوزك. جوزك على فكره كل ما عملتيه ملك
كنت ملكة، كل ما يعني استنقصتي من قدره خلاص انت من قدره، انت مراته. حضرتك فاهمه قصدي؟ بس في رجاله انا اصل بصوا حاجه يا جماعه، انا في موقف اللي احصل عليه انا ذكر واحد اثنين ثلاثه ست سيده انا لازم اكون لازم مع اني انا المفروض اكون في الحاله دي ذكوري جدا بس انا للاسف عشان انا برضو راجل فير هضطر اقول حاجه. في رجاله للاسف تتمرع حضرتك، بمعنى طبعاً. انك لما تعذب فيهم كده والفرعون الصغير والكبير والحاجات دي يطلع بقى علينا كلنا وفي الاخر يحس ان هو حق مكتسب. ولسه امبارح صديقه ليا كانت بتتكلم معايا في حاله معينه، راجل بيقول لها هو طلق وعنده ولد وبنت وبيقول لها احنا تربينا غلط طبعا، احنا تربينا ان الراجل ما بيرفعش ايده ما بيعملش حاجه، تحمدي ربنا ان انا اساسا موجود على الارض وتحمدي ربنا ان انا كمان انت مرات. شريف ممكن اسالك صح؟ سؤال؟ فده شيء فاسد جدا. اسالك سؤال، لو انت حابب ايه الصفات اللي انت حاببها في زوجتك؟ عايز زوجه شكلها عامله ازاي؟ بارتنر. انا دايما بقول انا عايز شريكه حياه، الكلمه دي هي مفتاح الفرج طبعا، مفتاح الفرج. بس طيب لو حصل لو داخلين في ده انه شركه مش شركه بمعنى بزنس، شركه بمعنى حياه بنبنيها مع بعض، بنشيل مع بعض، مش حد بيشيل التاني الا لو حد وقع، بس احنا بنشيل مع بعض. تمام. البيت ده مشروع مشترك، الاولاد دول مشروع مشترك. تمام. كل النماذج اللي شفتها حواليا اللي ناجحه نجحت بسبب هذا السبب. طب هسالك وانت راجل، انت دلوقتي ما تروح تتجوز يقولوا لك امضي على قايمه واكتب فيها الذهب واعمل كذا واعمل كذا. لا هو لغايه اول امبارح بالليل ما كانش يعرف اصلا ان لسه في قايمه. شريف حته ثانيه لوحده. صعب قوي اننا نفهمه. بس ماشي بس فهمت يعني الحمد لله اخيرا النموذج ده موجود في الدنيا. الناس مش بتتفق على جواز، دول بيتفقوا بيزنس. على حاجه. طيب خلينا نروح لايمي قبل ما بيتجوزوا قبل ما يتفقوا على الجواز بيتفقوا على الطلاق. بس عشان ما نقطعش عشان ما نقطعش النقطه دي، عشان انا هي كانت بتقول انه لو احنا قدسنا مش قدسنا يعني، بس قصدي اقول اللي هي دلعت الراجل ومش عارف ايه ده استمراريه او يعني مفتاح لضمان استمراريه. انا ماشي اقول لها لا الانثى ترجع انثى فالرجل هيتكسف. لا 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 أيوه. انا لو رجل يبقى لو رجل في مصر انا عايزه ارد في النقطه دي. ليه يا استاذ شريف؟ تمام هنديها فرصه. اتفضلي يا استاذ. بس انا هفضل ماسك انا في النقطه. انا مامتي متجوزه بقى لها 30 سنه. ال 30 سنه هي حرفيا بتعمل كل حاجه. انا على فكره بحب بابايا اكتر من مامتي مبدئيا يعني. كمان ماشي ال 30 سنه دول انا ماما بتعمل كل حاجه وكانت بتشيل اهل بابا وبابا يتعب تروح وتيجي وتعمل 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 وتعمل. لما مثلا باجي اسال بابا على اخويا الصغير اللي هو في ثانوي عام اللي ماما اكتشفت ان هي حامل فيه وهي عندها 49 سنه، ماما بابا فين عبد الرحمن؟ ما تسالي ماما، انت بتساليني انا ليه؟ بابا عبد الرحمن عنده امتحان ثانويه عامه امتى؟ انا مالي؟ سالينا ليه؟ بس ده النموذج. ثواني بس لما باجي طول الوقت كانت ماما بتعمل كل حاجه حرفيا. لما باجي اقول لماما ماما انت اتحملتي ليه؟ ردت عليا كلمه قالت لي عشان ماما مامتي قالت لي لو عايزه تتطلقي هتسيبي ولادك عند ابوهم. وفاكره يا ساره لما سبتكم 3 شهور قلت لها احنا اتمرمطنا ان بابا كان بيسيبنا من الصبح لحد بالليل. ماما رجعت لقيتنا متبهدلين فهي اتحملت. لكن ده كان سببه ايه؟ انا عندي 2 اخوات صبيان، واحد اكبر مني وواحد اصغر مني، عندهم كميه سلبيه رهيبه في البيت. يعني انا مثلا بقعد اقول لمرات اخويا الكبير ده قلت لها بلاش السلبيه تتعاملي معايا بيها، دي هتبقى ماما رقم 2. ماما لو رجعت بيها الزمن لورا ليه مامتك بتعاني ليه جدتك قالت لو عايزه تتطلقي تسيبي ولادك في البيت ليه؟ عشان تخليها تعيش، عشان هي كانت عشان تجبرها عشان تخليها تعيش. بس على فكره تيتا قبل ما تموت قالت لماما سامحيني انا اسفه ان انا قلت لك كده، انا اسفه. يمكن هو مش عايزه تتحمل معاها مسؤوليه. لا مش فكره تتحمل، مع ان على فكره كده او انها مثلا ممكن مع ان كانت امكانياتهم الماديه كانت كويسه جدا وما كانش في اي مشاكل ماديه خالص. بس هي كانت شايفه اللي هو الجيل القديم زي ما مثلا ماما كانت بتقول لي احنا جوازنا جواز مسيحيين ما عندناش طلاق. فانا لما جيت خدت الخطوه قلت لها ماما وقفتي معايا رفضتي قراري انا همشي فيه حتى لو انت قطعتيني انا جاني السكر. طب ينفع تقولي لنا ايه سبب المشاكل او ايه اللي دفعك لان انت تفكري في الطلاق؟ بصي انا اول حاجه انا كان عندي عنف لفظي رهيب. لفظي اتعرضت للعنف الجسدي مرتين بس خلاص مش محتاجه تقولي اي حاجه تاني. خلاص كفايه. تمام جدا. اعتقد كفايه في حاله ايمي مثلا هي اتنازلت عن كل حاجه عشان تتطلق ولا قايمه ولا غير. كنت بتعامليه مالك يا روحي؟ بصي انا يعني
انا عايزه بس اقول بوينت ان انا وانت تسيب الاستوديو كده. ازاي كده؟ الموضوع كارثي قوي. احنا على مرحله شايله. كل جيل وليه ثقافاته وليه عاداته وليه تقاليده. زمان يعني امهاتنا غير جيلنا غير الاجيال الجديده، الاجيال الجديده دي بالنسبه لهم الطلاق سهل جدا. ليه؟ السوشيال ميديا خلت كل حاجه سهله، بقت تشوف مثلا اي واحده بلوجر بتعمل عيد جوازها في المالديف، بتعمل البيرث داي بتاعها في المكان الفلاني، فبقى في اغراءات كتير، فتقول طب انا ايه اللي يخليني اعيش معايا؟ انا مش كده ليه؟ فالسوشيال ميديا اثرت بالسلب طبعا على حالات كتير في الانتصار. لكن انت الكيس بتاعتك انا بالنسبه لي لا، انا جربت كتير ان انا استمر وما كنتش بفكر ان انا اتجوز تاني، انا خلاص قلت هل حقيقي راجل. فعلا الست لو عملت الراجل على ان هو ملك. الدنيا بتمشي ملك. طبعا. طبعا. مش هقول ملك دي مش عايزه اقول لا طبعا. طبعا. الست يا جماعه ليه على فكره الست اللي يخليني ملك اخليه ملك مش العكس الست مرايه الراجل يبدا هو لان هو المسؤول عن سعاده البيت هو مرايتي وانا مرايته انت بتعاملني كويس انا شور هعاملك وهحطك فوق راسي صح وحتى ده على الراجل يعني ما تكونش انت قريبي وتقلي مني وعايزني اعاملك ملك ما هو التقدير متبادل مفيش حاجه اسمها الاحترام متبادل هتحترمني كده كده انا تحت رجليك مش هقول بقى انت فوق راسي تبعناتي معلش البوست بيقول ان بعد المرحله اللي هي الورديه عنيد. في الاعتقاد انك انت هتعاني والموضوع هيبقى اسكل يعني بيزيد هل حصل معاكي نفس الحكايه مع اهلك لا 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 انا شايله مسؤوليه نفسي من وانا صغننه فانا الموضوع بالنسبه لي ما عندهاش اي مشكله لا لا بالعكس انا كل اللود المادي عليا انا اللي شايله نفسي من اي تو زد قصدي انا بقول ان انت مش هتجيبي بيها ما كانش والله وقتها ما كانش عندي بس انا خدت القرار وقلت يا رب خلاص انا بشتري سلامي النفسي انا تعبت في الحياه الاقتصاديه والماديه بس نفسيا اشتريت نفسي انا نفسيا اتغيرت كتير جدا بعد الانفصال شميت نفسي بجد والله العظيم يعني صعب ان انت تبقي عايشه في حياه كل يوم نكد ومشاكل نكد ومشاكل مش عارفه طب هنعيش حياه طبيعيه ازاي عايزين هدوء عايزين حاجه استاذه رانيا طبعا عندك حلول يا استاذه نيني او برضه السؤال لحضرتك عندك حلول للمشاكل اللي بتواجهها الستات بعد الطلاق المشاكل اللي حضرتك ذكرتيها في البوست عندك ليها يعني متخيله أيوة فنتيها كويس جدا فاهمه سؤالها كويس قوي بس هي هتحل ايه ده الدنيا بتبقى اتلخبطت عندها اتلخبطت وبالذات اللي ما عندهاش مورد رزق ما عندهاش مورد رزق او عندها وظيفه او عندها بتتمرمط عشان كده بقول اصبروا عشان ولادكم طيب انا قبل ما تاخدي الخطوه امني نفسك بالظبط كده زي ما صار قولي يعني معلش سوري يعني هي مش عايشه في جهنم ممكن تبقى عايشه في جهنم ممكن افرضي مش عارفه تشيل من ورايا حاجه مثلا برضه ما هي كده كده مش هتامن نفسها ممكن يكون بخيل ما بنقولش لا ضعيفة. ثواني يعني هو مش لازم تاخد منه حاجه او من وراه حاجه او هو تبقى عارفه يعني هي تترمي عارفه خطواتها ما بعد ولا تترمي في بيت اهلها في رجاله بيقتلوا الطموح اصلا انت خليكي قاعده كده تاكلي وتشربي ده اخرك هو الراجل طول الوقت يا حبيبتي ما بقولش ان الست لو معتمده على نفسها الماديه هتتجرأ عليه مش ضروري مش ضروري تكمل انا ما بمنعش خطوه الطلاق بس خليها تغير نفسها تقول ايه طب انا واولادي هنترمي ولا خلينا قاعدين وحتى الاهانه بتاعتها دي جوه بيتها لغايه ما تشوف هي تعمل ولو ايه ولو بيهينها قدام الناس برضه تكمل اصل هو مش الراجل هو مش الاكسجين لاي علاقه والاطفال مش ضمان البقاء بتتكلم دلوقتي عن الماديات يعني خالص. مش عن لا انا فاهمه حاجه عن فكره وجود الراجل لو غلط وطبعا هنروح لحضرتك حالا يعني قصد حضرتك كان ان الستات تعصر على نفسها ليمونه شويه لا تتحمل خلي بالك الايام اللي احنا فيها البنات والستات مش مضطرين ان هم يعصروا على نفسهم ليمونه يعني اقصد ان الحياه بقت متنوعه فرص العمل بقت زي ما للراجل بقت للست الاعتماد على النفس نظره المجتمع للست ان هي ست يعني لوحدها المعيله السيده المعيله اختلفت فده برضو بيخلي مش هقبل منك حاجه ومش هرضى ان انا اعصر على نفسي ليمونه ويتعاملني زي ما انا عايزه اتعامل بالحق وبالعرف وبالمحبه على فكره يا لا مهما قلت لك في حالات كتير قوي الرجاله فيها هي اللي مكهوره مش بدافع عن الرجاله ايوه طبعا دي حقيقة في كده على فكره بس ده ناتج عن ايه؟ انت عارفه لو رحتي المحكمه وسالتي بدل بتروحي المحكمه اسالي هاتي احصائيه كده نسبه الخلع بقت قد ايه؟
86.5% 87.5% خلاص مش عايزه حاجه بقى، يعني انا ولا عايزه قايمه ولا ما هو ده انا ما بتكلمش عليكي خلاص يعني اشتهقت خلاص لا مش اشتهقت لا انت عارفه الخلع ده بتخسر ايه؟ نفقه وعده رانيا اتفضلي بس بتاخد الباقي بقى انا عايزه اسال فضل. سؤال صغير تماما احنا في مشكله في مشكله عندنا في الاولاد متربيين غلط متربيين غلط عشان احنا رجعنا قبل كده موضوع الامن الاسري اللي اتكلمنا فيه مفيش ام بتوجه وحتى مفيش اب بيوجه الراجل انت يا ابني لما هتكبر عندك اسره شوفني انا مش يقول له محاضرات لا بيتصرف قدامه تصرفات الرجاله عشان كده انت بتقولي عجبتني جدا لما بتقولي انتوا كلكم يعني في ميل انا كمان معاكم ده راي راقي جدا بس وبعدين هنخرب البيوت حضرتك لما روحتي المحكمه كم الطلاق الطلاق في حالات زي معاكي يا امي على فكره انا معاكي قلبا وقالبا انت اضطريتي نفسيا خلاص تجربه وعدت اضطريتي للطلاق احنا بنتكلم في حاجه تانية للي مش كل بالظبط كده مش كل مشكله صغيره كلمة طلقني شكرا العواقب اوقات بتبقى فعلا ده على الاقل لو لقيتي تروح بيت ابوها وما ترجعش غير قايمه تزيد والدهب يزيد حد كويس قوي وهيعوضك على اللي فات هتخشي في تجربه الجواز تاني اكيد طبعا شفتي بتقوليها بمنتهى النعومه ازاي هتقولي لان احنا الجواز ده يا جماعه وخلقنا لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها ده قانون رباني اذا بقى لازم الراحه مش هيستريح طبعا احنا نطلع المناظره وقتها هم مش مختلفين على فكره وعلى فكره لسه برافو يعني بجد انتوا ارائكم تعتبر تقريبا واحده اللي هو كرامه وحريه وانسانيه وكل حاجه ومش انت مش مضطره انك انت تقبلي اهانه ولا اي حاجه طبعًا. يعني لا احنا مع ده ولا مع ده ولكن بالعقل مع التأني بس اضحي معلش انا ممكن اطلب طلب اتفضلي هو احنا ليه في المدارس ليه ما بنعملش ماده من واحنا في المدارس نعلم البنت ازاي تكون زوجه على فكره مش عيب ونعلم المدارس الاولاد برافو عليك يا امي ونعلم الولد ازاي يكون راجل لا ازاي النزرة انا ضد ده لسبب ليه يا استاذ دينا لو انت انسان انسان بعيد عن ست او راجل سوي وكويسه وسويه هتعرفي تتعاملي مع الاولاد بس الحياه الاسريه ليها ميل ولا في ميل دي تربيه واصول على فكره بس في تربيه انسان تعليم انسان الزوجه ليها حاجه معينه والزوج كمان ليه تصرفات معينه لازم نربي اولادنا من هم صغيرين إيه ده على فكره مش عيب نعلمهم كل حاجه في المدرسه ده حاجه مهمه جدا كده. طب انا برضو عايزه اتغير يعني ما تبقى نسبه الكل 87 لا لا اخر حاجه 87.5% الستات دول كلهم بيقولوا ان رجاله مصر وحشه معقوله اكيد لا حد يجاوب احنا مش هندخل ثانويه الناس كده يا جماعه انا بشكركم عايزين بوست تاني نعمل عليه حلقه انا مش عايز نورتونا وشرفونا انا عايز اكل بيتزا اتفرج على التلفزيون عايز اكل بيتزا اتفرج على التلفزيون مش عايز هدمه نظيفه ولقمه حلوه ده دهيه السودا دي حلو على فكره والجواب هنجيب الجواب منين وحضرت ايه يا شيخ طلع لي بوست امشي انت يا شيخ صدقني امشي انت يا شيخ لازم حلقه على الجواز حلو يا جماعه ده جواز حلو والله ده بتاع مع كل مباراة بتتلعب سواء كانت مصر بتلعب أو ما بين الأهلي والزمالك أو حتى مباريات الدوري الإنجليزي اللي خلاص دلوقتي بتطلع ترند على السوشيال ميديا واليورو يا نهار ابيض وكوبا امريكا يعني بقول لك ايه هتقول لي يورو هخش عليك كوبا امريكا احنا بره الموضوع دايما السوشيال ميديا بتقلل من راي الايه البنات والستات وبتحبط من تشجيعهم ويقعدوا يقولوا انتوا بتفهموا في كوره لا يا حبيبي بنفهم في كوره الحقيقه اللي اثبتتها نماذج نسائيه كتير جدا ان التشجيع الكروي مش مرتبط براجل ولا بست على قد ما هو مرتبط بدرجه الاهتمام والمتابعه والقدره كمان على النقد والتحليل ومن النماذج دي معانا النهارده ثلاثه من اهم الناقدات الناشطات جدا 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 في المجال الرياضي في مصر وهم منار جبه
حضرتك. برحب بيكي. والناقده الرياضيه ايضا نجوى مصطفى. ازيكي نجوى؟ والناقده الرياضيه علا الخطيب. اهلا وسهلا يا علا. ثلاث ناقدات رياضيات. قبل اي حاجه لازم اسالكم السؤال التقليدي المنطقي جدا، يعني اشمعنى انتوا كسيدات اخترتوا مجال النقد الرياضي؟ ممكن تبقى عملوه كهوايه لكن انتوا متخصصات فيه ما شاء الله، اشمعنى كلكم كده على بعض؟ هو مجال النقد الرياضي مش مجال الناس بتجوين، يعني هي بجد من يعني ما كانش في تايتل اسمه ناقده رياضيه يعني على مدار السنين، غير استحدث اخيرا يعني. أوكي. في حد، في لاعب كوره، في محلل، في معلق. مفيش محلله، هيبقى فيه بقى احنا بنعلق بنعلق وبنحلل بنعمل كل حاجه. ففكره النقد الرياضي دي يعني هو لقب استحدث بس، وبناء على ان احنا متابعين ومشجعات ومتابعات للكوره سواء في مصر محليا او عالميا، فاللقب بتاع ناقده رياضيه دوت استحدث واحنا انضمينا. بس استاذ حسن المستكاوي ناقد رياضي من 600,000 سنه. ده من واحنا بشرط الناقد الرياضي استاذ حسن المستكاوي. فخلينا نقول انه ممكن يكون يعني بقى ينجر زي ما بيقولوا شويه، او زاد او كده. في ما بقاش القامات اللي كانت صحفيين في الصحف والجرائد، لكن عندنا قامات كبيره على السوشيال ميديا ان احنا هنقول انا ناقده رياضيه. ايوه صح. طب يعني رابطه النقاد الصحفيين في تبع سوري رابطه النقاد الرياضيين التابعه لنقابة الصحفيين تضم عدد لا باس به من الصحفيات الرياضيات المتخصصات في الشان المحلي او الدولي او حتى العاب. اه طبعا أكتب. جدا. ريهام بكير، ريهام حمدي، نورهان طمان، دينا نبيل. هتسمي من هنا ال 10 سنين. لا لا، من قد ايه بقى احنا في الفقره لا دي. احنا بقالنا كتير من استاذه جيهان الغرباوي رئيس الاهرام ابدو اي ثينك، وليها بوزيشن مهم في الكاف ده من عشرات السنين. حلو. فلا هو لم يتم استحداثه، بالعكس هو بس بقى واضح اكتر عشان السوشيال. يعني احنا في الاول في الاخر خلينا نفرق بين المشجع اللي مش هاخد باله، بس السوشيال ميديا اكيد وضحت ده بالظبط. انا بقى اكثر نفس الكلام. استاذه دينا كانت لسه بتتكلم ان في، يعني اسمحي لي ان انا هفتن عليكي، ان الكابتن جوهري زعل منها زمان علشان طلعت انتقدت الرياضيه. هو لان هي كانت الدنيا كانت ضيقه قوي والدنيا كانت صغيره، فالقصه بس في النقطتين اللي هم اختلفوا فيها جدا، ان دلوقتي ما كانش فيه الا البرنامج بتاعها والكاميرا في الملعب، ما كانش فيه اكتر من كده. بعد كده طلع كابتن الله يرحمه كابتن حماده امام عمل برنامج في الجول، كان سهره مره كل اسبوع، وكان راجل عظيم وجميل. بعد كده استاذ محمود معروف، وكل ده كان على القناه الثالثه. طبعًا يعني كل طبعًا ده كان على القناه الثالثه وطلع. طبعا وكانت طبعًا فتره عظيمه جدا، ما كانش فيه نفس الانتشار. التلفزيون بيقفل الساعه كذا، مش عارفه ايه، رمضان دلوقتي خلاص افتح الميه من الساعه 11 بالليل او 12 بالليل. هو ده الريديو. كل القنوات البريوده طيب. غير من التليفون الراديو من طول الوقت. طيب كذا اهم كذا. سؤال عايز ابدا من الاخر، لان انت سوسه بدات لنا ايه يا جماعه واحنا بنرحب بيهم بقى وداخلين في الفاصل. على فكره انا سمعت خبر، دي علا اللي بتقول، ها، ان الزمالك هيلعب. من اين لك هذه المعلومه وايه اللي حصل، وهل ترسبت اليكي المعلومه دي بحقه حقيقي ولا في ايه؟ المعلومات طول الوقت كل واحد بيقدم بداله، ولسه اجتماع وهو لسه الاجتماع دلوقتي قائم. لسه قائم. وهو طبعا خلينا نتكلم لان كل الناس بقت على درايه كامله، وان احنا نقعد نقول ده بيتقال في التلفزيون ده بيتقالش في التلفزيون. لا، هو كل حاجه بقت تتقال في كل مكان، بس ليها ضوابط بالظبط. بس احنا هنقول ان في دلوقتي الناس بتحاول تحل المشكلة، وتحاول ان القوام ده او الدوري يكمل بكل الطرق، وكل الأجهزة وكل الناس متمثلة بقى في اتحاد الكورة او في ده او في ده، حتى اللي شايل ايده بالبلد دي كده اللي هو انا مش هتدخل كوزارة شباب ورياضة او كذا او كذا، بتقول انا مش هتدخل بالظبط كده. الناس عايزة الدنيا تمشي، الناس عايزة الكورة ما بقتش بس فرجة، ما بقتش بس هو ماتش، صناعة طول عمرها صناعة. هو فيستيفال كمان، وفي فلوس وفي اعلانات وفي دنيا وفي حاجات. الزمالك ليه حق، هندخل بقى. الزمالك ليه حق وجدا جدا، واللي بيطلبه هو حق للزمالك وللاهلي والبيراميدز ولكل الفرق، وده سبب من اسباب المشاكل اللي احنا فيها والدوامه اللي بقى لها سنين. دوري متلاحق، دوري من دوري. انت تقدري تقولي الدوري بيخلص امتى ويبدا امتى؟ لا، ما بيريحوش. لا، احنا دلوقتي احنا في اول التقديمه بتتكلمي على ايه؟ تقولي له لو بتقولي على يورو انا هقول لك كوبا امريكا. هما الاثنين الفرق كلها في اوروبا خلصت دوري وتشامبيونز ليج، وخلصوا 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 وخدوا راحه ولعبوا، وفيهم لعيب عنده 16 سنه بيلعب بشكل اساسي واصله عربي افريقي، وفي الاخر بيروح يمتحن وكل ده بيخلصه واحنا بنلعب. محدش بالظبط 16 سنه. وبعدين احنا ازاي بنلعب؟ دي الاسباب دي مفهومه.
مفهومه. لكن في تسريبات كده، ايه الاخبار؟ تيجي ناخد دكتور ايهاب الكومي. دكتور ايهاب الكومي عضو مجلس اداره اتحاد الكوره. دكتور ايهاب مساء الخير. مساء الخير يا استاذه دينا، ازي حضرتك؟ بلقاء مع حضرتك. الله يخليك يا دكتور ايهاب. الرأي جميل جدا استاذه علا، ما شاء الله، يعني معلومات اكثر من رائعه وسرد رائع جدا جدا، وانا مستمتع بهذا الحديث بينكم. لا ما تستمتعش بقى يا دكتور ايهاب، انت تقول لنا، شارك معانا، قول لنا انت بقى يعني مطلع على الخبايا، قول لنا هل فعلا الزمالك هيلعب ولا ايه الاخبار؟ خليني برضو ارجع واقول يعني الزمالك احد قطبي الكره المصريه بل الرياضه المصريه كلها، كيان كبير جدا طبعا. كلنا يعني كل المنظومه كلها بتكون بكل تقدير وكل احترام لنادي الزمالك زي كل الانديه، لكن دايما بنقول ان الاهلي والزمالك هما قطبي الرياضه في مصر، ليس فقط كره القدم بل في كل اللعبات. وبالتالي الازمه الاخيره كان لابد من ايجاد حلول لها، في تحركات كبيره جدا من رابطه الانديه اللي بتدير المسابقه برئاسه النائب احمد دياب، في تحركات من قبل الاتحاد المصري لكره القدم، تم الرد على نادي الزمالك فيما اثير من خلال بيان نادي الزمالك في عدد من النقاط سواء فيما يخص التحكيم او فيما يخص الجدول وعدم التضامن. حاليا زي ما قالت الاستاذه علا في اجتماع، بالفعل في اجتماع دلوقتي بحضور ايضا وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، يعني اللي له دور كبير جدا جدا في حل الكثير من الازمات. ورابطه الانديه موجوده كمان، وبالتالي ان شاء الله باذن الله المتداول من داخل هيكون في انفراجه قريبه جدا جدا، وسيعلن عنها خلال يعني وقت قصير جدا ان شاء الله، بان القمه بكره تكون في وقتها ونستمتع بمباراه حقيقيه ما بين القطبين الكبيرين. كم في المية يعني؟ كم في المية؟ لا نسبة كبيرة ان شاء الله باذن الله. طالما يعني دكتور ايهاب، الحقيقه يمكن ده حصل في اكتر من ازمه مؤخرا، انه بيكون الازمه ليها علاقه بالحل المؤقت، بمعنى انه احنا عايزين الماتش يتلعب بكره الحق، مع ان الموضوع اكبر من ان هو حاجه مؤقته. فخلينا نقول بما ان دي ازمه ليها علاقه بموضوع اكبر من كده، وزي ما كنا بنتكلم بنقول زي ما الزمالك ليه حق، زي ما انديه كتير ليها حق في اسبابها او دوافعها اللي احنا فيه النهارده، هل في شكل حقيقي او نيه حقيقيه لاعاده هيكله فكره النظام نفسه علشان ما نوصلش للمرحله دي بعد كده ونبقى بنزق ماتش بماتش وخناقه بخناقه زي ما بيقولوا؟ سؤال جميل جدا جدا، وانا مع حضرتك تماما. الازمه اللي احنا فيها مش وليده النهارده، لا ده دي ازمه بقى لها سنين، من ايام كورونا، يعني الدوري بتاع كورونا اللي احنا طالبنا في وقتها ان احنا يعني نلغي الدوري ونبدا موسم جديد، وكان رفض بعض الانديه، وبالتالي اصبحت المواسم متلاحمه زي ما حضرتك دخلوا في بعض. فدخلوا في بعض، لكن احنا اعلنا عن ده بقالنا مثلا اكثر من شهر، قلنا ان الموسم القادم هيبقى فيه شكل مغاير للدوري، وان في نظام جديد ممكن ان احنا نلجا الى النظام اللي عملناه في دوري المحترفين السنه دي. ايوه بس ده بالعكس، ده الفرق هتزيد. لا مش هتزيد يا فندم، لا مش هتزيد، في ناس بتظبط وناس بتطلع مكان فعلا نفس العدد. اوكي هقول لحضرتك 18 نادي بيلعبوا دور واحد، بتاخدي التسعه اللي فوق بيلعبوا على بطوله الدوري، بتاخدي التسعه اللي تحت على الهبوط، وبالتالي هتوفر عدد كبير جدا من الاسابيع. ده لو تم في موسم واحد معناه انتظام الدوري مره ثانيه، معناه ان احنا هنرجع يبقى عندنا ميعاد بنبدا في الدوري في كل الدول، وميعاد في الدوري زي ما احنا كنا. انا طول عمري انا راجل يعني مش كروي قوي، وفاكر كويس قوي ان الدوري يا جماعه كان ليه ميعاد، وكاس مصر كان ليه ميعاد، وكان مفهوم يعني. طب دكتور ايهاب بنستناهم كمان، وليهم نظام وليهم سيستم. بالظبط. فايه بالزبط. يعني مش معقوله ان حاجه مؤقته زي الكورونا تبهدل اربع سنين قدام، يعني مش العالم كله بيلعب. ده اللي احنا شغالين عليه، والموسم القادم حتى شكل خالص نرجع بيه مره ثانيه انتظام الدوري وهيبه الدوري المصري. طب هل في اي انفراد ممكن يعني تخصنا بيه بما ان حضرتك نورتنا؟ لا هو الانفراد مش اي حاجه، اديها اي حاجه يا دكتور. انفراد كده يا دكتور، بنسبة كبيرة جدا هيعلن بعد قليل في بيان عن ان المباراة المعدة ان شاء الله، وهيترى طاقم تحكيم اسباني زي ما قلنا ان شاء الله باذن الله، وهيبقى في يعني جلسات متتالية للوصول الى افضل صورة بشكل الدوري العام بداية من الموسم القادم ان شاء الله. اسمحوا لي بس اوجه سؤال وتحية الاول لدكتور ايهاب، وهستأذنك يا دكتور، احنا عايزين نطرح في برنامجك نقطة مهمة جدا بعيدا عن كل اللي احنا بنقوله. في اندية كتير مظلومة في حاجة بقى، الزمالك هيقول حقه في ده، والاهلي هيقول حقه في ده، وكل الناس هتقعد وتتراضى ما عدا الفرق اللي بتلعب الساعة 4 العصر في التوقيت ده. يعني امبارح الاسماعيلي بيلعب رابع ماتش ليه في جو زي ده، زاد بيلعب في استاد القاهرة الساعة 4 العصر بدون مباراة. مش عارف ياخد نفس. معلش هقول لك بس استاذ علاء، يعني انا عاوز اقول لحضرتك
ان النادي الاسماعيلي، انا واحد من درويش النادي الاسماعيلي، انا عارفه، ما عشان كده وجهت لحضرتك السؤال. فانا بس عاوز اقول المواعيد المباريات، انت دلوقتي في تخفيف للاحمال، وبالتالي يعني ملزمه ان انت هتلعبي مباراه وتسيب من الساعه 7، فلازم تلعبوا مباراه قبل كده. والحاجه الثانيه كمان اذاعه المباريات يعني عشان البث التلفزيوني، ففي امور كثيره جدا متداخله. لكن احنا برضو بنقول ممكن نقدم نص ساعه بدل 4 تبقى 4:30، تبقى 5 في مباراه واحده، وتبقى بتدور على الانديه كلها، مش نادي واحد. درجه الحراره تبقى 38 مش 42، كثيره جدا على قد ما نقدر. الله يكون في عون الناس، هم بيلعبوا في توقيت زي ده. لكن دكتور ايهاب انا بشكرك شكرا جزيلا، ونورتنا الحبه الصغيرين دول، واحنا منتظرين باذن الله الاعلان والبيان اللي يطلع يطمنا على موقف الزمالك من المباراه. معلش انا فضل. يعني انا مش متابعة والله. قولي لي ايه مشاكل، يعني ايه المشكلة؟ خلينا نقول الخسائر كمان، تخيلي ايه المشكلة اصلا بقى من الاول. بس عاملين نقول الزمالك مش هيلعب، ايه الخسائر كمان اللي هيتكبدها لو الزمالك قرر ما يلعبش؟ ايوه ايه السبب بقى؟ سواء معنوية او الزمالك قرر ما يلعبش، عايزين فعلا نفهم آية. ايوه مش آية، نفهم اي حد يعني، لو حد مش متابع عشان يبقى متابع القضية. هي البداية، ومع احترامي الشديد انا، او لو هنتكلم بلسان النادي الاهلي، النادي الاهلي هو اكبر المستفيدين من هذا القرار. هكسب 3 بوينت، انت هتريح يومين زياده وانا تمام ماشي. ولكن الزمالك صنع ازمه وفجر ازمه بدون ازمه. الزمالك كان عنده اعتراضات على التحكيم، او في البيان اللي طلعه من 3 أو 4 نقط، اول نقطه فيه كانت اعتراضه على التحكيم اللي حصل له في مباراه المصري. ولكن لما انت كنادي زمالك او مجلس اداره نادي الزمالك كان عندك اعتراض على ما حدث في مباراه نادي المصري، اللي جميع الحكام المصريين اقروا بصحه القرارات اللي تم اتخاذها في هذه المباراه، و اي ثينك لو كانت كوره زيزو عدت الخط ما كانش هيحصل البيان ده، ولا كنا هنسمع عن كل الازمه دي. اللي حصل ان الزمالك لعب فاركو بعد مباراه المصري. معلش لعب مباراه اخرى، هنتكلم بعدين. انا مش هقاطعك ولا اقول لك الفار ايه بيعمل. لا هو الفار يعني اقر ان الكوره لم القانون بيقول ان الكوره لازم تمر بكامل محيطها لخط المرمى. هو هذا ما قرش لانه اصلا ما رجعلوش. ده مبدئيا هو ما رجعلوش. لا خش عليهم بقى، خش على الفار. ثانيه يا بنات، ما رجعوش للفار. ليه؟ عارفه مش عارفه يعني ايه الفار؟ لا انا عارفه. لا طيب لا مش هناك، يعني الفار لسه مش هناك قوي يعني. كان في ماتش بين النادي الزمالك والنادي المصري. في الماتش دوت كان في ضربه جزاء لزيزو، وزيزو دوت لعب في الزمالك. شاط ضربه الجزاء ماشي، من الاول يا سلام ارضيه. شاط الكوره دخلت عدت خط المرمى ثانيتين وطلعت ماشي. المفروض بنرجع للفار في الحالات اللي زي دي، ان الحكم المساعد بيقول للحكم تعالى نرجع نتاكد الكوره عدت ولا لا. فالحكم ما رجعش شاف اللقطه دي. الكاميرات بعد كده سواء مصورين او فيديو جابوا ان الكاميرا عدت. في بعض الحكام قرروا، في بعض الحكام الجو القديم، في بعض الحكام قرروا ان هي ما كملتش، ما دخلتش كلها، وفي ناس اتكلمت لا ان خلاص الكوره عدت والكاميرا الفوتوغرافية موضحه ده. فبناء على ده الزمالك طلع بيان اعترض فيه على يعني على التحكيم، واعترض كمان ان انا ليه مش فكره هو اتكلم ان في الزمالك ربنا بيديله اوبشن ان هو اسمه فار واحنا بنستخدمه. انا عايز اتكلموا على الفاضي والمليان. خلاص انا مش هلعب الا لما اخلص. هو المفروض الكره تتعاد عشان سبب واحد زي ما حصل في ماتش زد الاخير، وعادوا ضربه جزاء. ممكن ثانيه واحده اللعيبه دخلت من المصري، اللعيبه اللي دخلت من المصري من غير ما الكره تتشاب، انت لازم تعيد. ثانيه واحده، استاذ مدحت شلبي قال ان تم ارسال شيك للحكم الاسباني ب 70,000 دولار ويتحمله من النادي الاهلي، لان الاهلي هو صاحب الدولارات الكتير. الله اكبر، صاحب هذه الله اكبر. عين العدو اللي بيصلي على النبي. 5 و5 ماله الاهلي؟ تعبكم في ايه؟ تعبكم في ايه والله؟ يعني الناس كلها البلد كلها بتعبك. يا نجم قولي يا نجم. الاهلي دي مباراة الاهلي، ولذلك هو طلب من لجنة الحكام استقدام حكم اجنبي، واللائحة بتقول ان النادي صاحب المباراة هو اللي بيتكفل بتكاليفها. تكاليف استقدام طاقم الحكام 70,000 دولار. صحيح. طبعا الاهلي هيتكفل بيهم سواء اقيمت المباراة او لم تقام. ودي مش ازمة. الخسائر على النادي الزمالك تحديدا، على مصر كلها على فكرة. لا هو كتر دولارات زي ما قلت، هي صناعة الكورة، في عقوبات مباشرة، قرار لازم يبقى مسؤول عنه. ايه الخسائر؟ ما انا هقول لحضرتك، في حالة الانسحاب
الذهاب بيتم خصم 6 نقاط، 3 فورا و3 في اخر الدوري. ثانيا لو ما لعبش الماتش التالي بيتم هبوطه للدرجه الرابعه بجانب عقوبه ماليه هتقرها رابطه الانديه. يعني هو مش مصلحته ان هو ينسحب. على فكره الزمالك مش بخلاف عايز يعمل ماتش الاهلي، يعني الزمالك مش مش عاوز يكمل الدوري اصلا الا في حاله استكمال. ما احنا نكمل يا جماعه، ما ناخدش نص الايه، الا في حاله استكمال مباريات الدور الاول عشان ما فيش فريق في العالم بيلعب على ثاني قبل اللعيب. هو ده حصل وزي انا سمعت لك 5 ماتشات من الدور الثاني. ماشي، ما فيش فرقه في الدنيا هتلاعب فاركو في شهر دور اول وتاني. انت لو ابنك الاهلي لعب، الاهلي لعب ابنك لو رايح يمتحن ترم اول، ابنك لو رايح يمتحن ترم اول وتاني انا سبتك تتكلمي وقلتي ما نخش. لا، هيلاعب فاركو، هيلاعب الداخليه، في فرقه هتلاعب في اسبوع دور اول وتاني. قلت لك انا عادي مش كيوت. طيب كده خلاص، النقطه دي مفهومه. نجوى عايزه، هل لك اقوال اخرى؟ لا شكرا جزيلا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا 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 مش عوايدك خالص. لا 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 انا ما سكتش خالص. الزمالك لو كان معترض على ان هو يلعب مؤجلات الدور الاول، الاول ما كانش لعب 5 ماتشات من الدور الثاني. طيب الجدول تم وضعه من يوم 23 فبراير الماضي. أيوة، وتم اعلان الجميع لماذا لم يعترض الزمالك والاهلي كان في دوري الابطال. احنا بنروح نرد عليها. احنا عندنا مشكله انه الزمالك او الاهلي او الفرق اللي كانت بتشارك في افريقيا الجدول اتاجل مليون مره عشان دوري ابطال افريقيا وعشان الكونفدراليه وعشان كاس العالم للانديه وعلشان التوقفات الدوليه وعشان حسام حسن طلب للمنتخب بعض التوقفات. فهو الشكل الظاهري ان كل دوت لمصلحه الكره المصريه كان متفق عليه، بس ما كانش متفق عليه كل التاجيلات دي. بس الفكره ان في جدول مبهم، لسه في ماتشات مؤجله ومش معروفه امتى ومحطوطه ازاي. بقى هيلاعب فرق فاركو وفاركو، الداخليه وفاركو، الداخليه ومش عارفه مين، وفي النص الزمالك وبيراميدز. طيب، يعني في الاخر وما لعبوش الدوري. هو بقى هي السؤال، ممكن تفضلي تكمل على النقطه دي. يعني في كلام ناس بتتكلم ان لحد دلوقتي بيراميدز ما لعبش الاهلي ولا دور اول ولا دور تاني. لا ردا على النقطه دي، لان المؤجلات بتتلعب بالتوالي. الماتش الاهلي وبيراميدز اي ثينك في الاسبوع ال 14 في الاسبوع ال 14، والماتش اللي فات الاهلي لعبه المؤجل الاخير ده كان مع الداخليه كان في الاسبوع ال 12، فبالتالي هو بيلعب الاسابيع في التوالي. طيب يعني اما فرقه زي فاركو تقابل زمالك بيراميدز زد، يعني في فرق بتلعب مثلا يعني كل 3 ايام ماتش كده فرق ثانيه. الاهلي هو اللي بيلعب كل زي الاسماعيلي، اللي هو طيب ودي رد برضه 50 ماتش 1 باي 1. يا خبر ابيض، انا والله صدعت حالتي تصعب على الكافر من الفقره. بصي تطلع لي الفقره دي كره الكوره اكتر، مش عايزه تجويني اصلا. لا لا انا بحاول القط بس، يعني انت حاجه بحاول حياتك ولا لسه؟ طب يا جماعه شريف عايز يقول حاجه. اتفضل يا شريف، انت من زمان ما اتكلمتش، قول يلا قول. في كان حاجه زمان اسمها دوري المظالم. طبعا وستيل موجود، بس ما بقوش يبقوا دوري المحترفين. يا سلام، شوف يا اخي، شوف يا اخي الكلام الحلو. الناس دي موجوده والنهارده في ماتش يحسم في دوري الترابط الترابط دلوقتي. هنخش بس نقطه ثانيه عشان احنا اي نظام هيتعدل في الدوري في اي شيء. يا رب ده كان يوم اخبر، يوم ما جابوا ستاتي. مهم بقى، قلت لك صعب قوي والله، ده كان حاجه صعبه قوي. قلت لك بص يا ست، يا ست كل منك ليه يا ست الكل، يا ستات الكل. زي ما قلنا الدنيا كلها فيها دوريات، احنا مش احنا الدوري الوحيد اللي في الدنيا خلاص. وزي ما قلنا تاني، الدوله كلها حصل فيها كورونا وحصل فيها تاجيلات وبتاع. خلينا نقول انه عشان بس برضه الساده المشاهدين يبقوا فاهمين بالراحه كده، زي ما شرحنا قصه الزمالك وايه اللي حصل، خلينا حد فيكم يقرر يقول لنا ايه هي الحاجات دلوقتي او النقاط المطلوبه تحديدا علشان خاطر نوصل لمرحله ان ما نوصلش لمرحله احنا فيها دي. دوري استثنائي زي ما الدكتور ايهاب الكومي. وبعد الدوري الاستثنائي هيتم انتظام المسابقه، هتتلعب هتبدا في وقت وهتنتهي في وقت مع نهايه 30/6 زي الدوريات. 4 سنين بنقول كلها ليه ما حصلش من 4 سنين؟ هقول لك لان في اعتبارات للرعايه. مش كده بس، المشكله ان كل نادي او كل فريق او درجه اختي بص من الرعايه دي. معلش الرعايه دي اوكي كمان. بصوا بقى استنوا، احنا النقطه دي قتلت بحثا وهم مجتمعين وان شاء الله ربنا معانا. السؤال بقى، تعالوا نروح للمنتخب شويه. يلا بقى يلا نخرج بقى من الموضوع. كابتن حسام حسن وكابتن محمد صلاح والعلاقه ما بين اللعيبه، وشايفين الفتره اللي فاتت ازاي،
صلاحي. انت عارفه ان محمد صلاح لو رحنا كاس العالم هتبقى يعني هيحقق رقم تاريخي ان هو يبقى تاني مره بيوصل مصر لكاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. وفرصه مصر السنه دي هي فرصه قمرين قمرين دول ولا عليك اهم قلبي بيسالني عليك. إيه الناس في مكان الشغل سوريا منور انا اسف كمان كمان انت خليتي فيها سوريا انت خليتي فيها صلاح انبهر انبهر. يعني دلوقتي النسخه اللي جايه من كاس العالم هيكون في فرق اكتر من افريقيا هتروح فرصه مصر ان هي تشارك في كاس العالم هي فرصه وارده وفرصه كبيره جدا ان شاء الله. كان في كلام طبعا عن علاقه محمد صلاح بحسام حسن ده ما شفناهوش على ارض الملعب ما شفناهوش في المباريات اللي اتلعبت ومحمد صلاح هيبني تاريخ مع المنتخب ان شاء الله ومصر ان شاء الله تكون في كاس العالم. احنا بنقول كده علشان ده تمنيات واماني ولا بناء على الارقام والمواجهات الماتشات اللي احنا كسبناها والماتشات المتبقيه لينا. لا بتكلم على علاقه محمد صلاح بالمنتخب ما تعدوش بقى الحته المهمه بقى الجوسبس. انا هسالك بقى انا هقول لك بس عايز اعرف انت في كلام كتير قوي بيتقال في الحكايه انت ممكن ما تبقاش خصوصا بعد الاصابه والقصه ليها انت ممكن ما تبقاش بتحب استاذه دينا. انا ابدا ممكن. لا ما توقعهمش لا انا ما اقدرش عشان هي حبيبتي هي حبيبتي وهو حبيبي ده مثال ولكن هو عارف هو دوره ايه وعارف استاذه دينا وتاريخها ودورها ايه وكل واحد مش مطلوب منه غير يعمل اللي عليه صح. هل هما بيحبوا بعض ما بيحبش بعض هو بان في الملعب مش موضوع. بس هما بروفيشنال اعتقد جدا وحتى لو ما بيحبوش ده في حاله عدم انا بتكلم في أسوأ الاحتمالات هما مش بيحبوا بعض مثلا وده مش حقيقي. صلاح وحسام حسن مستحيل ايوه واساطير اللي دول ناس بالزبط. خلاص عدوا المراحل اللي احنا بنتكلم فيها دي عالم واحد كسر كل الارقام فانا بتكلم في ايه حتى لو هم عشان بس ما نقعدش عشان هو مش فيلم فهنقعد نقول اصل مين نفس على مين عشان خدت عشان شريف قاعد يعني كرفان لا لا شريف ده جميل بس انا بقول لك الفكره كلها ان كل واحد هما وصلوا لمرحله احترافيه ان كل واحد يبقى عارف ومش مطلوب منهم على فكره يبقى اكتر من كده لكن جو الصحفيين بقى مين بيحب مين ومين بيكره مين ده مش مشكلتنا خالص. طيب خلينا نقول برضو ايه هي عشان قلتوا محسومه انت قلت كلمه محسومه وصول كاس مصر لكاس العالم ده محسوم شبه محسوم شبه محسوم حلو بناء على ايه؟ بناء على النقط اللي انت جمعتها من الماتشات اللي انت لعبتها بالفعل المنتخبات اللي بتنافسك في المجموعه حقيقي بتقدم لك كل جوله هديه يعني هديه بيتعادلوا مع بعض فرق بتنافسك بتخسر خساره مش غريبه مش بس نتيجتك نتيجه الاخرين طبعا يعني لان دي مجموعه ربك كبير الاعلى نقاطا لوحدها الدعوات المصريه الماتشات اللي جايه اللي هتبدا من اول سبتمبر اللي جاي في ماتشين و25 هيتم استكمال باقي التصفيات لا مشوار الاهلي سوري المنتخب مصر ممهد الاهلي ممهد بالورود واي ثينك يعني هو ربنا لو حابب يعني ان هو يجيب هديه ما كانش اخر حاجه بقى لا عشان احنا قدامنا دقيقتين دلوقتي احنا عندنا الكوبا امريكا واليورو احنا خلصنا لا عايزين نتكلم عن اليورو عندنا اليورو والكوبا امريكا لكن النهارده ماتش ايطاليا كرواتيا ماتش مهم عندنا اذان هي دي المشكله اعتقد طب ما نروح الاذان ونرجع نتكلم دقيقه يلا يا منار بسرعه بسرعه يعني الفرق ممكن نتكلم عن الفرق المؤهله المباريات الحلوه اللي جايه من الاخر الماتش طبعا بتاع ايطاليا كرواتيا هيحدد مين اللي هيتاهل من المجموعه طبعا المانيا عدت وانجلترا عدت انجلترا كان متوقع منها ده احسن من كده في البطوله لكن لان معاها جون كتير بس مش هو ده اداء المانيا طبعا مرشحه انا نفسي طبعا البرتغال تكسب عشان رونالدو دي الرفعه الاخيره يلعب ماتش كامله وده كامله طبعا بيعمل اسيست كتبت مقال لسه الاسبوع اللي فات ان ميسي ورونالدو ميسي طبعا ميسي كاتب التاريخ افتح صفحه جديده موضوع طويل ان هم ليهم فرص كبيره في كوبا امريكا ويورو مودريتش اخر يورو ليه رونالدو اخر يورو وتوني كروس الوقت بيخلص في الحاجات الممتعه بقى اللي هي الكوره بقى الايه الحلوه اللذيذه بقى خلينا نتوقع ان الماتش بكره مش هيتلعب من البرازيل عندها ماتش مهم جدا جدا في كوبا امريكا طب توقعاتكم الماتش بكره اللي مش هيتلعب ايوه ايوه 1-0 للزمالك 2-0 للزمالك 3-0 للاهلي في حاله اقامته اصلا احنا لازم ها ان شاء الله ايه 2-0 للزمالك 2-0 للزمالك موافقه انا موافقه ان شاء الله يلا بسرعه لا حلوه الثقه اهم حاجه انا بقى مش هتتوقع يعني مش هتتوقع يا رب الماتش يتلعب يا رب تتوقع نتيجه المباراه قول 3-5-0 للاهلي دايما 3-5-0 حلو 10-12 ده رقم الاهلي فوق الجميع سلام عليكم يا جماعه برافو عليك فوق الجميع متحمسه
جدا النهارده اني اكتشف مهاراتي ومعلوماتي في مجال رياده الاعمال، طبعا لازم اضحك. واحب انوه قبل ما نبدا كلامنا اننا طبعا مش مذاكرين، لا انا ولا اخويا شريف، ولا مستعدين. وطبعا يعني باشمهندس حسن اللي بينورنا كل اسبوع باذل مجهود خرافي، بس في الحقيقه يعني لا انا ولا هو. بصوا دماغه فين اصلا، احنا داخلين على امتحان وباشمهندس حسن هيمتحننا في المعلومات. بس هو اللي جزر هيمشط معاك تفتكر هيعود جزر؟ لا الذاكرة. عندنا امتحان يا جماعه في كل المعلومات الرياديه البزنسيه اللي اتكلمنا عنها قبل كده في الحلقه. بس معلش قبل الامتحان مش هقدر اعدي البوست اللي قلب السوشيال ميديا بتاع صلاح ابو المجد. طيب لازم لا عادي لازم نقول الاسم، مفيش يعني مشكله. سعيد بالبوست بتاعه وهو كان كان كاتب يعني بوينتس كتير قوي فيما معناه ان لازم العشرينات يكون الواحد مفيش حاجه اسمها ان انت ما تريحش، ومفيش حاجه اسمها ان انت يبقى عندك بالانس ورك لايف بالانس او التوازن ما بين الشغل وما بين الحياه. لا، الشغل هو الاولويه، وتعالى على نفسك واحرق نفسك وحاجات كتيره زي ما بيقولوا ايه تنافي كل الحاجات اللي بقالنا سنين بنتكلم فيها في فكره التجربه المثاليه لبدايه حياتك المهنيه والتوازن بينها وبين حياتك الشخصيه وبناء شخصيتك انت كشخص. شفت الشعر لا لا انا شايف ان انت خلاص محسوب جامد. فرايك ايه في ده وانتشاره ده سببه ايه، وليه الناس كانت شايفه انه للدرجه دي صادم؟ هو بالظبط هو خلينا نبدا ان اشكركم زي كل مره ان انتم استضفتوني. خلينا نقول ان انا دايما بحب ابعد عن النوع ده من النصائح او البوست، لان دايما مفيش مقاس واحد بيكفي الناس كلها. اشكرك يعني هو وكمان تدخل في الحياه الشخصيه احضر ايفنتات وما تحضرش واحده واحده. ايه ده؟ خلاص صلي على النبي لا لا خالص. هو بس الفكره كلها ان اي حد بيكتب كتاب، مش بيكتب كتاب وبيكتب كتاب. ايوه طبعا. اوكي والله انا ساكت. ما احنا قلنا هنقلش بقى. ايوه انا سكت بقى. دايما الكتاب ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن محصله من تجارب شخصيه وتجارب عمليه، صح؟ فهو بيبقى فيه بصمه منه، صح؟ فالانسان على قد ما هو يعني بيمر بتجارب، على قد ما هو حاجه صغيره قوي في الكون كله، صح؟ فهو حياته هي بالنسبه له كل حاجه. فانا لما مريت بتجارب واتفحت وطلعت ونزلت ونجحت بسبب شكل معين، ببقى عايز انقل الخبره دي للناس. ببقى حاسس ان اللي انا بقوله ده ممكن يبقى فيزبل يعني او يطبق على ناس حد. كتير على ناس كتير، صح؟ في حين ان التجربه حقيقة. اثبتت ان الموضوع ده مش كل الناس مش زي بعضها، والناس كلها مش نفس الظروف، الناس كلها مش نفس الشخصيه، ربنا خلى الناس مختلفه. فانا اوقات كتير قوي كنت بتعامل مع رواد اعمال بشكل يومي وبشكل مباشر، وكنت بسال اسئله من النوع ده: اسافر ولا ما اسافرش، اخد كورس ولا ما اخدش، اخد ماستر او يعني ماجستير، ولا اتجوز بدري ولا اتجوز متاخر. الحاجات دي بصراحه ما لهاش اجابات نموذجيه طبعا. هي دايما كل حاله حسب الحاله بتاعتها. انا شخصيا لما ببقى محتاج نصيحه دايما بروح لحد عارف ظروفي، دي بتفيدني جدا. عمري ما بروح لحد حتى لو هو حد خبره وحكيم ومشهور وما شابه، لو هو مش عارف الظروف اللي انا بمر بيها بالظبط، هديني يا اما هديني حاجه عامه ما تمشيش، مش هتخدمني او مش هقدر اوظفها بالشكل اللي انا محتاجه، او هيتكلم بشكل ممكن ما يناسبنيش. بس انت مش شايف الحاجه مثلا زي، واحنا يمكن جيل 7 هابتس اوف هايلي افكتيف بيبل شربناه، ما اعرفش عارف القصه دي ولا لا، اللي هو كتاب السبع عادات للناس اللي هي الناجحه يعني، خلاص وغيرها وعلى شكلته بقى خلاص، وطلع حاجات كتيره من انواع هذه الكتب، ودي اثرت تحديدا قوي في جيل التسعينات والالفينات وكده، خلاص. ودي كانت كلها عباره عن نصائح عامه، اعمل وما تعملش، وهو ده الطريق للنجاح. مش شايف ان ده وقال لك كتب كتابه بنصايحه. ما هي دي الفكره. بس يعني قصدي اقول اللي خلانا نعيش الواقع ده دلوقتي، ان يؤدي الى ان محمود يكتب نوع البوست ده، ان احنا طالعين من المدرسه دي او الفكر ده. بص هقول لك على حاجه، لو تبص على النصايح دي هتلاقي جزء كبير منها طبيعي. بمعنى ايه؟ اصحى بدري، دايما اللي هو شاركن ذا سو، يعني دايما خليك على علم بالحاجات الجديده، تايم مانجمنت او اداره الوقت، كلها حاجات حميده يعني، حاجات ينفع ان احنا نقدر ننصح بيها الناس بس عامه. خلينا نتكلم على جزء الحرق ده اللي هو فكره ان انا اكل نفسي في العشرينات. تمام، صح. في ناس كتير جدا جدا بيحصل لها ظاهره احتراق ذاتي، وبيحصل لها لا لا يعني نفسيا بيتاثروا بالضغط ده. صدقيني في نماذج كتير ناجحه بدات اصلا مشاريعها فوق ال50، صحيح، وبقوا مش بكلمك عن ناس نجحت نجاح عادي،
وفي ناس نجحت بشكل برضه بعد الستين. انا مش بقول ان هو ده الصح، اللي انا بحاول اقوله ان مفيش قاعدة. السباق ده مش حاجه مطلوبه. الحرق ومش الحرق الكلام ده برضه مش مطلوب. هو انا اتوقع ان هو صاحب البوست اللي كان بيحاول يقوله ان ما تبقاش كسلان، جد واجتهد. هو كان بيحاول يقول كده، يمكن كان بيقولها بعبارات قويه شويه، يمكن كان محدد ارقام وماتريكس محدده هي دي اللي الناس بدات تتعامل على اساسها. طب لو اشتغلت قد كده بس الموضوع ده مش بادئ ده يا جماعه، وقفت عنده قوي. صدقني بقى الموضوع ده ايه تفتكر ان في لا قصة؟ احنا كان عندنا نموذج في البرنامج في يوم مش عارفه انت كنت موجود ولا لا، ولد اتجوز صغير جدا 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 وخد مراته وسافر وما شاء الله محقق حاجات كتير قوي. زي ما انت بتقول هي تجارب، هي تجارب. في ناس ذاتية حسب جداً. لا وحسب يعني في واحد لما بيبقى معاه شريكه حياته او شريك حياتها ده بيديله نوع من الاتزان النفسي، بيقدر يركز في شغله. صح. في واحد تاني الموضوع ده بيبقى بيردن عليه او بيبقى حمل عليه وبيبقى بالنسبه له حاسس ان هو زي القاطره بتاعت القطر برايورتيز اولويات فبيبقى عنده مشاكل. انا بصراحه كنت هتفاهم لو كان قال ايه ما تتجوزوش خالص. فدي بقى الجزء اللذيذ. احنا النهارده قررنا احنا هنعمل فقره مختلفه شويه، هنعمل زي ما كده ريكاب او نعيد بقى نراجع كل اللي عملناه في الحلقات اللي فاتت، ولكن ده في شكل امتحان يا مامي. الامتحان شكله بطريقه خفيفه كده. فيعني مبدئيا كده عندنا اسئله، انت معاك اسئله تمام. هو اللي هيسالنا وان شاء الله احنا نقعد نمتحن بس احنا ماشي بالدور. يلا بينا. طيب نبدا بقى ليديز فيرست، ودي اكتر حاجه هتكرهي فيها ليديز فيرست. ماشي. رياده الاعمال صح وغلط، رياده الاعمال تبحث عن الربح القصير المدى ولا عن تحقيق النمو على المدى الطويل؟ تحقيق النمو على المدى الطويل. تمام صح. ايه ده؟ برافو. ادي اول حاجه. حلو. نسبة الأمان الوظيفي في تأسيس الستارت اب أعلى من العمل في وظيفة، صح ولا غلط؟ شريف. لا مش صح. صح، أنت إجابتك صح. أنا حاسس يعني غلط، ما تقول غلط. كده واحد غلط. غلط. بتتفزلك ليه؟ مش صح. بتتفزلك ليه؟ أيوه قول غلط. خلينا نقول بسرعة ليه؟ لأن أنت داخل على مخاطرة وداخل وداخل على زي ما بنقول كده انشارتد ووترز، يعني ميه مش متخططه، فانت كابطال مش عارف انت رايح فين. حلو قوي. اوكي طيب ايه نرجع لك تاني. تاسيس اي شركه لازم يسبقه دراسه للسوق واحتياجات العميل، صح ولا غلط؟ صح. تمام. لا انا الموضوع انا يا جماعه الاسئله لوجيك يا جماعه لوجيك. لا احنا تلامذه كويسين بس. رائد الاعمال معرض لعدم الاستقرار المادي اكتر من اصحاب الوظائف الطبيعيه، صح طبعا. انت ايه حكايتك؟ انت مذاكر؟ اما بسمع يا فندم. الاستقرار المادي ومدى القدره على التحمل المخاطره هي من العوامل الاهم في اتخاذ قرار تاسيس الشركه او العمل في وظيفه. تاني، الاستقرار المادي ومدى القدره على التحمل المخاطره هو ده من العوامل الاهم؟ لا. اوكي. انت عايزني اقول لك العوامل الاهم ولا ايه؟ اكيد مش هنوصل للدرجه دي. ماشي، اجابه صحيحه. اوكي. اجابه صحيحه. انا مش عامل كده زي المسابقه. على فكره انت قلتي ان هم لا اجابه خاطئه. اجابه خاطئه. لان الاستقرار المادي ومدى القدره على تحمل المخاطره فعلا اكتر حاجه بتدي اكسجين لان الانسان يقدر يخاطر يوقف يقدر يعرف هيخاطر هيوقف مخاطره امتى. انت سالت كام سؤال؟ انا كده سالت خمسه. السادس يبقى خمسه اربعه. فلا احنا كده بس هي ماشي. هي خسرت يا حبيبي. هي قالت غلط. هنشوف اللي جاي. يا لهوي. ماشي يلا. طيب. اي كيو غطى علبه زبادي. اتفضل. طيب العنصر الاهم في نجاح شركتك انك تكون صاحب القرار الاوحد في اي حاجه تخص شركتك او اتجاهاتها او سياساتها. ابسولوتلي نوت طبعا، ده خطا بشكل شنيع. خلاص اهو 3-2 لشريف. ايه العمل في وظائف اكثر استقرارا وضمانا للتطور المهني من رياده الاعمال؟ فين السؤال؟ صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ اوكي. صح. برضو هي ريلاتيف، ما اقدرش اقول انها 100% صح، بس بالنسبه لي انا صح. ما انت كده انتوا صحاب. لا والله ابدا. انت هتقليشي قلشه دلوقتي الدنيا هتقف. والله ابدا. والله ابدا. رائد الاعمال لازم يركز على اهداف زي الاستقلاليه والتحقق الشخصي اكتر من المكاسب الماديه. صح 100%. يعني انا بصراحه دي لا حاسس انها غلط، لان هو لازم لان هو معاه مستثمرين، فهو هو السؤال يبان نموذجي قوي، بس هو معاه مستثمرين ومعاه فلوس ناس، فهو لو قعد يركز على الاستقلاليه بتاعته والشخصي ده صعباني قوي. انت مش يلا خسرته. ايه كده احنا 3-3. اللجوء لمستثمر ملائكي هو اخر مرحله تمويليه في الشركه، ودي مالهاش غير اجابه واحده. غلط. برافو. انا فاكره الملائكي ده. اخر سؤال في موضوع الصح والغلط. شريف
وده اللي هيحدد ده الفيصل بينكم بقى. صناديق راس المال المخاطر الفي سي بتستهدف تحقيق ربح عالي في مده زمنيه قصيره. صناديق ايه؟ الفي سي الفينشر كابيتال راس المال المخاطر. 2 1 صح اجابه صحيحه. ايوه هو بيخش انا فاكر كلامك كويس. هو بيخش 5 ل 7 سنين زي بيقولوا هيت اند رن. هو بيخش بتاع ويمشي. طيب انتوا كده فاضل اسئله الاختيارات. اوكي ودي هم سؤالين كل واحد سؤال. وطبعا اختيارات الدمار حياتي زي ما احنا عارفين. ماشي انا اسف انا فبالتالي ده برضه هيحدد ان انتوا عندكم تعادل. ايه المقصود بالمصطلحات التاليه؟ اي بي او اللي هو اختصار بالانجليزي initial public offering هو الخروج من الشركه وبيع حصه رائد الاعمال ولا طرح الشركه في البورصه؟ اي بي او. معلش قول تاني كده. الاي بي او ده اللي هو ايه؟ initial public offering. لا الطرح اعتقد. ماشي هي سيلف اكسبيرت. لا يعني. معلش ما احنا ما ماشي معقول. ما انا ايه ماشي دي ايه ماشي دي الاول احنا من الاول لسه صح برافو يا ايه برافو يا حبيب برافو. ما انا ما هو اللي جاي من سيلف اكسبلانتري برضه. ام في بي مينيمم فايبل برودكت. حلو. هو منتج تجريبي ولا منتج جاهز للتنفيذ والطرح في السوق؟ لا منتج تجريبي طبعا. طب يا جماعه احنا كده محتاجين اسئله اصعب. كده تعادل فاحنا كده واحد. برافو علينا يا جماعه. واضح ان احنا كنا طلاب شطار جدا جدا. انا هطلع من هنا اشوف بقى ايه الاعمال الاعمال السفليه. بس خلينا بقى نقول حاجه مهمه جدا وهي نرجع تاني بقى للسؤال الصعبيه زي ما بيقولوا او فكره اللي هي الحاجات اللي هي بتبقى في شكلها. وده رجعنا برضو البوست صراحه. انا ملاحظه ان انت خدت ورقي عادي كده. انت اتفضلي. انا كله في دماغي يا استاذ. من غير اي استئذان. انا كله في دماغي حضرتك. اللي هي فكره ان جمله تبدو براقه وتبدو نموذجيه زي ما انت قلت فعلا لما تيجي ساعه الجد تلاقي ان هي لا مش حقيقيه خالص. فحاجه زي مثلا زي ما قلنا انه لازم المستثمر او لازم رائد الاعمال يكون بيفكر في استقلاليته وفي سلامه وصحته وكده فيرسز مصالح المستثمر او في مقابل مصالح المستثمر. مثلا نرجع بقى تاني للعشرينات فكره ان الشخص يجي على نفسه ويكابر ويعافر وبتاع في فيرسز انه لا يكون شخص عنده توازن صحي يخليه يكمل. زي ما قلنا كده العالم دلوقتي متجه لفين؟ بمعنى انه زي ما قلنا احنا كان في مدارس 7 هابتس ومش عارف ايه واعمل وما تعملش. احنا دلوقتي فين؟ في مصلحه الشخص والانسان انه يستمر ولا مصلحه البيزنس والاستثمار ايا كان الدمن او ايا كانت العواقب؟ اوروبا الاجابه الاولى. اوروبا عندها دلوقتي تركيز على الانسان جامد جدا وان الانسان اولويه وفي نوع من الاجازات اسمها اجازات البيرن اوت. ان انت عادي جدا تروح لمديرك تقول له انا حاسس ان انا عندي احتراق. مش احتراق داخلي برضه قال احتراق. انا حاسس ان انا والله ماشي على العزلط. احنا فتحنا يعني الاكسجين كله والله انتوا بجوز اصل انا بولع بس فهو حاسس ان انت خلاص كده تمام فانت محتاج اجازه سنه. حلو. سنه اصلا. مش مثلا اسبوعين وارجع. هتعمل فيها ايه؟ تطلع الجبال تعمل تريح تعمل. وده بقى شيء رسمي في قانون العمل في اوروبا في قانون. انت عارف اوروبا في كل الدول ولا في بعض الدول؟ يعني خلينا نقول الدول القائده للاتحاد الاوروبي زي المانيا مثلا. اوكي. فبالذات ان انت عارف ان هم في اوروبا كمان الاتحادات العمال قويه جدا فيها والقوانين دي قويه جدا فيها. حلو. امريكا بزنس تو ذا بون يعني البزنس فيها قوي جدا والتركيز على الاعمال وهم يعني انت عارف زمان حتى في مصر كان الشغل في فترتين اللي هو من 8 مسائيه وبعدين بتاخد بريك. المفروض كان زمان المرور بيسمح ان انت تروح تاكل وممكن تاخد قيلوله وترجع تكمل من 6 ل 9. صح. ده النظام الاوروبي. النظام اللي انت شايفه حالا ده هو النظام الامريكي في العالم كله. هقطع قلبك شغل اللي هو متوسط صفر. اللي هو متوسط. لكن النهارده حتى لو رحت دول ساحليه معينه في اوروبا في حوض بحر متوسط هتلاقي ان من الساعه 2 البلد بتقفل. اسبانيا حسن يعني لو ان شاء الله باذن الله ربنا كرمك وبقيت وزير رياده الاعمال هتعمل انهي نظام فيهم؟ انت شايف انه انهي اكتر نظام يطلعنا لقدام حسب البلد اللي انا فيها. لو العاصمه زي القاهره استحاله طبعا تعمل نظام فترتين. انت شايف انه اني الاحسن بعيدا طبعًا عن فترتين. طبعا فترتين. اي حد بيكلمك بيقول لك ان القيلوله بتديك يوم جديد. بيقول لك انا في ناس كتير جدا حتى بتكتب في الكلام ده في الكتب يعني بتقول لك انا مش مصدق ازاي الناس ما تعملش قيلوله مع ان القيلوله دي هي بدايه يوم جديد.
هي بتعمل ريسيت لكل حاجه. وجربيها، هي القلوية دي مش مطلوب تكون انك تدبي غدا وتنامي ساعتين. ميعادها امتى؟ ميعادها امتى؟ ما بين فتره العصر، يعني هي ما بين الظهر والعصر. احلام العصر هي دي اللي بيبقى فيها احلام العصر الغريبه. فعلا. لا لا 100%. جربي تقفلي عينك. حتى جوجل والخمس شركات الكبيره في السيليكون فالي عاملين نابينج بودز، يعني عاملين اماكن بحيث ان انت كموظفه تقدري تروحي فيها تمددي وتنامي وتقفلي المكان عليه، يعني بتبقى زي انبوبه او حاجه زي كده بتنامي فيها، ان هم مدركين اهميه القيلوله ومش هينفع تروحي بيتك. فمن فضلك انت بنامي في مكان العمل. طيب خلينا ننتقل لنقطه انا وقفت عندها بصراحه. ممكن قبل ما ننتقل لنقطه عايز اقول تعليق. انت عارفه ايه الموضوع البوز ده اللي عامل ليه الضجه دي؟ لان النصائح كانت محدده جدا وشخصيه. ما هو في حين ان النصائح دي لو كانت للاعمال نفسها، اللي هو ركز على المنتج، ركز على العميل، ركز على المشكله، ما تعرضش على مستثمر فيتشرز، اعرض عليه ارقام ليها علاقه بحجم احتياج السوق، مش عارف ايه، كان البوست اخذ شكل تاني خالص. لا هو كمان انا لفت نظري مثلا البوينت دي، احترم طبقتك وبلاش تقول كلام طبقه غيرك عشان تقدر تخرج منها وتوصل للطبقه اللي فوقك. بلاش تقول حاجه جو اعذار ناس مرفهه انت مش منهم. توكسيك ورك انفايرمنت، بوزيتيف فايبس، كوربريت سليف. طالما ابوك مش مليونير يبقى ركز شغلك وبس. انا حسيت بصراحه البوينت دي وبوينتس تانية يعني فيها يعني انت كمان هتقول لي اقول ايه وما اقولش ايه يعني. هقول لك على حاجه. هل ده اصلا مؤثر؟ لا ده اسمه واحد بقى عنده زياده وعي وزياده علام. منين بتقول لي اتعلم وترقى ومش عارف ايه؟ على فكره المصطلحات اللي قالها دي معظمها مصطلحات في صميم الحياه المهنيه. صح. اللي من كل مواطن من حقه ان هو يحسها. لا. وكل اللي بقى ليها مسمى ده حاجه حضاريه، دي حاجه كويسه، مصطلحات حاجه بحش. مش مرفهه ومش لا. بقى مش لا لا. مش مرفهه لا. ايه كلاس بيقول لك مشاكل العالم اول ولا كلام. لا 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 هي هو خليني اقول لك برده، تعالى نبص على المغزى اللي طالع من اللي هو بيحاول يقوله. هو بيحاول يقول اشقى واتعب وانت معاك صحه، زي بالظبط اللي بيقول لك العب رياضه في الصغر، الرياضه هتفيدك في الكبر، ان هي هو استثمار في صحتك. هو نفس الحاجه، هو بيحاول يقول لك اشقي وتعبي وجربي في الصغر علشان في الكبر يعني الموضوع ده. انت مؤيد للبوست ده يعني؟ اقدر اقول لك ان هو ده النصيحه العامه اللي ممكن الناس تقولها، بس انا مش شايف ان دي النصيحه الوحيده. لان انا شفت ناس كتير جدا بره مصر بياخدوا الجامعه اللي بتتاخد في 5 سنين بياخدها في 8. ليه؟ لان مش عشان بيسقط، عشان هو بعد سنتين بيروح جاي فاصل وبيطلع يستكشف العالم ويرجع تاني. هل ده الصح بالنسبه لبعض الناس؟ ليه بالنسبه لبعض الناس؟ انا واحد من الناس لو ما خدتش الموضوع ورا بعضه بتوه. انا لازم ابقى في السيستم وفي الحلقه دي وافضل عشان اعرف انتج واكمل. في غيري لا، في غيري انا شفتهم وكان معايا ناس كتير ناجحه جدا. يعني عايز اقول لك من اوائل دفعتي كان ناس عملت الموضوع ده، انه قعد سنه قال لك لا انا عايز العب بطوله. صح، ما هو حابب. صح صح صح. في بوينت في صميم فقرتنا، بلاش مشاريع في الاول وبلاش جري ورا تايتلز مش حقيقيه. السي او مش نهايه العالم. الجري ورا التايتلز مش حقيقيه، انا معجب جدا بالجمله دي، لان فعلا موضوع يعني انا واحد من الناس لما كنت في العشرينات وعندي شركه ما كنتش بكتب ابدا ولا سي او ولا بكتب حتى ان انا صاحب الشركه ولا حاجه. كنت بحاول احط دايما لنفسي وظيفه تبين ان انا شخص صغير في شركه كبيره. اوكي. مدير تطوير اعمال، مدير مش عارف ايه. ليه؟ علشان عايز ادي حجم. ما لو انا اللي عندي 25 ربيعا واقف قدام حضرتك وعمال اقول لك انا السي او، يبقى الشركه دي اصلا اياميها كمان بالذات كان ده وفي كان نظر ان الكبار يشوفوا ان ده شركه، ان هي شركه صغيره. صغير. فانت صاحب الشركه فانت صغير. فلا. بجد زمان. بالظبط. فكنت حابب ابين ان انا مثلا ده زمان. ده كان زمان. دلوقتي لا، دلوقتي علشان الشركات التكنولوجيه اصبح بكل فخر كل الـ اصحابها او المديرين بتوعها بيقولوا كده هم في العشرينات، فاصبح بس هم بيقولوا كده في العشرينات عشان الاستثناءات اللي نجحت نجاح خارق في امريكا كانوا واخدين تمويل عالي جدا بالملايين، فكان ماده حلوه قوي للحديث الصحفيه ان انا كمحاور اجيب شخص عنده 24 سنه او 25 سنه بيدير 70 80 مليون دولار، قول لي كده انت احساسك ايه بنت سي اي او وبتعمل ايه، وفي حين ان هو ده الاستثناء. ده مش دي القاعدة. ده مش طب بلاش مشاريع في الأول، ده في نفس البوينت برضو هرجع وأقول لك نسبية. نسبية في ناس بينفع معاها مشاريع في الأول. أنا واحد من الناس اتهريت مشاريع في الأول وده فادك بالنسبة لشخصيتي. ارجع اقول لك بالنسبه لشخصيتي. طب ايه موضوع يقفل الانستجرام ده؟ بصي بقى تصوري الموضوع اللي هو ديستراكشن. الموضوع ده صح وغلط. ليه بقى؟ اشمعنى انستجرام يعني؟ لان هو الانستجرام بي 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 بيحفز عندك، او العين بتشوف. فالعين لما بتشوف بتتمنى، فانت لما بتشوفي حد قدامك ناجح نجاح والنهارده كمان بقى في ضغط جامد جدا في موضوع الاجسام. صح. ان الناس تبقى اجسامها
ما فيهاش غلطه وانه يفضل يموت نفسه عشان يحصل صحيح. على الجسم ده. وبعدين هو انسان بيصور نفسه في لحظه سعيده في 24 ساعه صحيح. فهو انت بتفتكر ان دي حياته، فبالتالي بتغضبي على فمفيش رضا، فبتغضبي على وضعك على حياتك او بتلهثي ان انت توصلي للحظه دي. فالمشكله في الموضوع ده ان انت لو قفلتي الانستجرام النهارده، الانستجرام ده اصبح محطه اخبار طبعا وموضوع تواصل كبير جدا. فهو الموضوع محتاج بالانس، وفي مواضيع كتير قوي بتطلع على المراهقين بالذات او فتره من 13 التين بقى اللي هو من 13 لحد 19، ازاي الانستجرام بيدمر لهم حياتهم. بيدمر لهم طبعا. طب والاقاليم بقى، اشتغل سنتين ثلاثه بالكتير في الاقاليم وبعدها سيبها وروح القاهره برضو. شفت تجارب ناجحه في الاقاليم؟ هو دي ما هو ده اللي احنا ضده. ده هو ده احنا ضد ده. احنا عمالين بنوسع. احنا انت عايزه ان يبقى عندك 26 قاهره سبعه، مش ان يبقى قاهره واحده. يعني انت مش مع البوينت دي؟ هو يمكن بيتكلم على وضع مصر حاليا ان القاهره فيها امكانيات عاليه، ولكن النهارده الاتجاه الدوله اللي بتحاول تعمله ان هي تبقى في عدم مركزيه في موضوع بالذات في رياده الاعمال. يعني النهارده انا اشتغلت مع حاضنات اعمال في اسيوط، وكانت انا كنت عايزاك تكلمنا عن التجارب لا دي. لا رائعة. تجارب الاقاليم مبهره. هقول لك ليه. لان هم اول حاجه عندهم، يعني بكلمك على صعيد مصر مثلا، انا اشتغلت وعندي تخيل للتطور التكنولوجي في الصعيد. يعني انت اسوان مثلا، بعض اسوان فيها مثلا اللي هو بيسموه كريتيف اندستري كتيره جدا، تخش عشان الايدين والحاجات المعموله باليد. الاقصر لا، الاقصر بتلاقي فيها مثلا تكنولوجي اكتر شويه. وانت فكل ما يعني البيئه بتاثر، البيئه بتاثر. فالنهارده انا مثلا مش اشتغلت في اسيوط مع حضانات الاعمال، لا هم عندهم مشاكل جوه البلد او جوه المحافظه، هم بيحاولوا يحلوها بشكل كرييتيف جدا او في ابداع عالي جدا. المشاكل دي مش موجوده في العاصمه، فهو مش بيحاول يقلد. فهديلك مثال، هو عايز ينزل القاهره فما ينفعش يعمل اوبر، فبيأجر فيعمل مثلا شركه، الشركه دي تأجر كرسي في عربيه ملاكي. فيبقى انت كده بتحجزي كرسي مش بتحجزي العربيه، فالكرسي يبقى ارخص بس قاعده في عربيه ملاكي ورايحه جايه مثلا. يعني ده حاجه مثلا مثال يعني. لطيف جدا. انت حسن منسي انا كالعاده بتبسط واستمتع جدا. شكرا على الامتحان والامتحان ده. بس ايه رايك؟ لا لا الله ينور. وانا يا رب يكون بس حبايبنا، بس احنا المره الجايه والساده المشاهدين برضو يكونوا كمان، لا والساده المشاهدين يكونوا جاوبوا معانا وعرفوا بقى. كان نفسي يبقى فاتح كاميرات بقى بكل البيوت يقول لنا بقى مين عدى ومين ما عداش. دايما بنستفيد بالفقره، واعتقد هي بنحاول نفيد الناس. اشكرك جدا جدا، نورتنا. نورتنا يا باشمهندس. جدا بشكركم جدا على الاجابات. يعني تفتح النفس. يس. ايوه مبسوطة كنت معاكي كالعادة؟ لا انا مش مبسوطة. طب يلا الحمد لله. والله وفرت لك كلمتين حلوين وجاي من الاجازة. والله استحسن لا وحشتني والله استحسنني فيهم والله وحشتني. يلا ما علينا. ودينا طبعا رامز الاستاذة الجميلة اللي كانت معانا النهاردة، وكان ان شاء الله هنكون احنا التلاتة معاكم يوم الاربعاء، وبكرة هيكون معاكم آية ودينا. يلا اشوفكم بكرة، اشوفكم بعد بكرة، فأنا وهو وهي لسه مش متعود. كبر الموضوع على نفسك. يعني عارف.